رح نتزوج. ايه وين هلا؟ مين؟ صفية. ايه هلا بتجي. امك رح تجي؟ ايه رح تجي. منيح. ليكي بالمناسبة نحن لازم نخلص من هاي المرة المجنونة لأنها رح توجع لنا راسنا. يعني هي أساسا إجت على بيتكم. مين هي؟ مين يلي إجت على بيتنا؟ هاي مرت بدر السابقة إجت على بيتكم. طبعا أنا ما قلت لكم إنه إجت وكسرت بلور بابكم، بس أنا صلحته وقتها وما حبيت أحكي بالقصة. ليش هي ما سافرت على أمريكا؟ أنا هيك بعرف. ما بعرف. لا يا الله. جميل تفضل. شو صار؟ في مشكلة. هذا التقرير مو مزبوط، انتو عم تفتروا علي بس مشان تنقذوا اخوكم. شو عم تقول هاي؟ لا وعد طفلة تورمات عمرها 4 أو 5 أيام. كيف؟ حكمت معه حق، هنن ضاربين الطفلة. كذب كذب هالشي. يعني مو معقول اعمل هيك شي لبنتي. شو هالتبلي؟ شو انتي بتفهمي اكتر من الدكتور يا اختي؟ اذا انتي ما عملتي هالشي يمكن يكون زوجك عمله. معقول ينعمل هالشي ببنت صغيرة مثل هاي؟ وين بنتي؟ كيف بنتي؟ يلا فهموني. اول بالك شباب على مهجعله ورا. شو عم تعمل؟ اول بالك يا حبيب. والله هذا افترى، ما عملت هالشي يا مصطفى، عم يفتروا علي كذب. انت شو عم تقولي؟ مين عم يفتري؟ افتراء شو؟ اهدى شوي اهدى، انت بمغفر. شو هاد؟ ريحتك كحول كمان. شو شربانه قبل ما تجي على المغفر؟ هلا وصل التقرير الطبي، الدكتور عم يقول انه الطفله تعرضت للتعذيب قبل ما تنخطف، في عليها اثار ضرب كمان. احكي شو عم تعملوا بهالبنت بالبيت. شو عم تحكي؟ شو عم تقول؟ انا ما لمستها. لا ضوج صفيه يا بنت، انت اللي ضربتيها. اهدى اتركوني. لا تتركوني ولا نكسر راسك. شو عم تعمل؟ عم تضرب مرتك بالنقطه. خذوه من وشي. بتشوفني قلتلك ما بصلح. كلنا نتواجه. انا بفرجيك. ولا كلمه. عم يضرب مرته بالمخفر. غبي. عادي عادي مش الحال. بده يقتلني، هو رح يقتلني، ما حدا رح يقدر يخلصني منه، رح يقتلني. انتو سبب بهذا الشيء. لا اختي ما في شيء من هذا، خلص روقي. لا شو هالحكي، مين رح يقتلك؟ شلون بده يقتلك؟ ما في شيء من هذا، يعني مو معقول يقتلك. شو جميل انتو السبب. خلص لميس حياتي، انا والله ما عم بطلب هالشي مشاني. يعني شو راح اعمل بالمصاري انا اصلا؟ مزبوط صاري، انا راح اخذ المصاري وحطهم بالبنك وبعدين راح ناخذ الفائده تبعيتهم هيك هيك لحاله بدون ما نتعب فيهم. شو راح نعمل بعدين اذا طلبوا المصاري مننا؟ راح ناخذهم من هنيك ونرجعهم للزلمه بسرعه، وراح تضل الفائده لكم، وهيك راح تصير حياتكم احلى بكثير وما عاد تتعذبوا ابدا. بابا انسى، مستحيل، ما رح نسحب المصاري وما رح ناخدهم. ليش ما عم تفهمني؟ هلا انت ابنك بالمستشفى، شوف انت بشو عم تفكر ونحن شو حالتنا. شو حاجه بقى؟ انتوا عن جد بترفسوا النعمه؟ شو هالعناد هاد؟ ليكي ما بيكون اسمي فكري أليبول اذا ما اخذت المصاري، وبكره بتشوفي. لشو عم بحكي معكم؟ شو رح اشوف؟ شو رح تاخدهم؟ هن ما بيعطوهم لحدا غيري. عن جد شو هاد؟ ابنه بالمستشفى وشوف شلون عم يتصرف. هذا هو فكري أليبول. تعالي ابوك من زمان هيك. تعي عادي عادي ارتاحي. تعي بدر. ما بقدر ارتاح، اخي بالمستشفى، كيف بدي ارتاح؟ تعرف انه رح يعطوا حكم التقرير مو؟ يعني ما بنقدر نحل هالشغله بدون التقرير، شو رح نعمل؟ هذا الشيء رح يصير، يعني ما في منه مهرب بنوب. ما عم تقولي انه ما رح يتركك عايشه؟ طيب زوجك قاتل وانتي متوفية، مين رح يدير باله عليها؟ هو رح يسامحني اذا ما اشتكيت عليه. ايه رح يسامحك. لكي انتي عم تعذبي بنتك كمان، مو حرام عليكم هالشي؟ ها؟ يعني مو حرام عليكم هالبنت؟ لا ما بيهون علي، هي روحي، بس لما يضربني معصب عليها كتير وبصير مثل المجنونة. شو عمل؟ ما بتحكم بحالي. بعدين هو إلي وأنا للبنت. يا أختي ليكي أنتي خدي بنتك ها؟ وخلي هذا الدب يضل بالسجن،
وانتي وياها غيروا حياتكم. يلا تشجعي ونحن رح نكون جنبكم، نحن رح نساعدك والله. يلا اعملي هالشي صفية، فكري ببنتك. يلا ماشي. عن جد موافقة؟ جميل جميل، تعا تعا استعجل، تعال لهون. صفية اقتنعت انه رح تشتكي على زوجها، تعال مشان تكتب افادتها. يلا عن جد؟ عن جد انت بطلة. خالتي عندها بيت بإيدي يا مان، هو ما رح لهداك المكان وما بيعرفه أبدا وما رح يقدر يلاقيني بنوب. أوه كثير منيح، بس إذا سمحتوا بدي تروحوا معي على البيت لحتى ضب ثيابي على الأقل. طبعا فكرة حلوة، يعني منه منجي ومنه منخليكي تركبي الباص، مو هيك جميل؟ لا تشغلي بالك، نحن رح نكون طبعاً جنبك. طبعا أختي رح نروح معي. جد؟ طبعا طبعا كل شي رح يكون منيح. أنت احكي هلا وأنت اكتب. تمام شكرا كثير، يسلموا يسلموا. يعني عن جد ما فهمت، ليش ما بنقدر نجيبه على البيت؟ ليش لازم يضل بالمستشفى؟ انت سمعتي حبيبتي، يعني هادي اللي لازم يصير هلا مشان يتحكموا بالحاله اكثر، وبعدين رح نجيبه على البيت لهون. يلا خلص روقي هلا، يلا ارتاحي شوي، يلا اهدي تعالي. ما بقدر، كيف بدي ارتاح؟ انا بقول لك كيف، تعالي هلا لعندي، هلا اسندي راسك على كتف زوجك هيك، تعالي لشوف. وبعدين رح تفكري شوي وترتاحي وتقولي انه كل هدول المشاكل نحن رح نتجاوزهم ماشي، وكل شي صعب رح نواجهه عن جد، وقولي انه نحن رح ندير بالنا على اخونا بافضل طريقة ورح ترتاحي هيك. عن جد ما بعرف شو كنت رح اعمل من دونك، حظي حلو. وانا حظي حلو انك معي، بس انا ما بعرف شو كنت رح اعمل بدونك، رح موت بدونك. معيد الشر سكوت. ايه لميس طلعت المرأة عن جد كانت تضرب الطفلة. ايه عن جد حكمت ما خطف على الفاضي، بس هي كتير ندمانة. ايه عن جد، ورح تطلق زوجها، رح تنقذ الطفلة وتنقذ حالها كمان. هي مسكينة. ايه صحي جميل شو قال، رح يحمي بدر؟ والله جميل عم يقول انه نستعجل ونخلص من نهال، لانه لا لا هاي المرأة كسرت بابنا هداك اليوم. نزعتيها بدر؟ شو يعني نهال ما راحت؟ ليك أنا بعرف من عيونك إذا كنت مخبي شي عني، لهيك احكي ولا تلف وتدور، احكي وين نهال. لا حبيبتي لا، أنا ما عم مخبي شي، نهال هون، نهال هون. بس روقي، ليكنا كنا عم نحكي برواق ومبسوطين ما، وقلنا إنه نحن موجودين مشان بعض ومحظوظين ببعض، وبرأي نركز على هالشي. بدر شلون يعني نهال ما راحت؟ يعني أنت متت على الفاضي؟ يعني معقول كون متت على الفاضي؟ معقول في موت على الفاضي؟ مو على الفاضي بنوب، عندك علم إنه مبارح نهال حفرت قبري؟ إيه؟ بس ما تخافي بنوب، أنا بعتت مروة لعندها وهي عم تغير العينات يلي معه، ومن بكرة رح نخلص من نهال بالمرة. مروة شو علاقتها؟ شو علاقتها؟ إني بعتها لبيتها تراقب الوضع، وهي هلأ عم تشتغل عند نهال مربية لسامح. خلاص بكفي. يعني بس كم؟ طيب وما تقلي، ما تخبرني، نحن ليش ما عنا عائلة منيحة وطبيعية بنوب؟ أنا ليش ما عندي زوج عادي بنوب؟ عزيزة أنت حكيتي بلطف بس هلأ بلشتي تشبهيه. لا حبيبتي عن جد ما كان عندي علم بهالشي، عن جديد عرفته من جميل. بعد هيك بدي روح لعند أخي. يا روحي ما بتقدر تروحي، شو كنا عم نحكي هلأ؟ أنت ما لازم تروحي. هلأني بقى يعني هنيك مستشفى مجانين وهو كمان. حبيبتي بدر ليك لا تخليني جين أكتر من هيك. رح قلك شغلة، عصبي هون لميس، لا تروحي هلأ. شو رأيك الحقها لحتى تهدى؟ هلا بتهدى، هي هلا معصبة شوي، هلا بتروق. أنا أصلا مليت من التخباية ويلي صار كان شي منيح، لا تاكلي هم، خليها تفش خلقها شوي. ليك بدر اسمع مني وخلص مني، هلا خلص منا، وإلا لميس رح تجن على الآخر، رح تروح من يا جماعة. شوفي أختي طالعة معصبة، سألتها شبك بس ما ردي. بس لحظة يا جماعة، ألو نعم. ألو أخي شو عملت؟ كتير انشغل بالي عليك، خلصت من الشرطة مو هيك؟ رح نخلص، بس الوضع هون معقد شوي، أنت شو عملتي؟ مش الحال أخذتهم نهال للمختبر؟ أخذتهم، أخذتهم من الصبح بكتير، ممكن تصل بأي لحظة لهم. أها طيب تمام، سامح منيح؟ منيح، قاعد عم يرسم جنبي. روح روح هاي نهال لازم تفكر. أهلين نهال خانم. أهلين فيكي. حبيبي، شو عملت ورجيني؟ أنت منيح؟ منيح. برافو. اللي شو رح ترسم؟ رسوم لشوف. نهال خانم شو عملتي؟ ان شاء الله حليتي القصة. دفعت مبلغ كبير لأحصل على النتيجة، نتيجة بكرة. يلا يا رب، انا عن جد متحمسة.
خلصنا ما؟ اي طيب رح اعمل لك قهوه لتروقي ماشي؟ اوكي. شو لميس؟ اخواتك زتوكي بالشارع لانك ما اخذتي المصاري اللي يجوكي مو هيك؟ اوه بابا انا عن جد كثير معصبه، خلص اتركني. طيب اسمعي هلا، انت لو تاخدي هدوليك المصاري ما رح يضل عندك شيء تعصبي منه والله جاد. ليك اسمعي، صدقيني انا في شيء بعرفه مشان هيك عم اقول لك هذا الشيء. يا الله دخيلك. ليكي انت هلا عم تتصرفي منيح مع كل الناس، بس شو اجاكي منهم بالاخر؟ يعني حتى زوجك عمل حاله ميت وما خبرك. والله مزبوط كلامك، والله مزبوط، انا تصرفت بصدق. وشو اللي حصلت عليه؟ حتى زوجي ميت مزبوط. ايه هذا هو الحكي حياتي، انت بالنهايه بنت شكران وفكري أليبول شو ما صار ونحن طريقنا واضح. انت عم تغلطي بتصرفك هذا، وبعدين ما رح تعجبك النتيجه صدقيني. بدي مصلحتك انا يا روحي، صدقيني جوزك ما في خير منه بنوب، لهيك استفيدي من موته وخدي المصاري خلصينا. معك حق بابا، معك حق، أنا عم بتصرف في صدق، وفوق صدقي معهم هن دائماً عم بيخبوا عني شغلات وعم يكسبوا، لهيك إذا أنا هلأ تركتهم الكل رح يرتاح وأنا منهم، مزبوط؟ معك حق. برافو، خليهم يروحوا بالجهنم الحمراء. برافو عليكي، كوني أليبول، كوني أليبول شوي. انت شو اللي رح تساوي؟ رح تتركيهم وتاخدي المصاري يصطفلوا يدبروا حالهم. يلا قومي خلينا نروح، يلا المصاري عم تستنانا. لازم نراضي لميس، هذا الوضع مستحيل يضل هيك. منراضيها هي مو مشكلة، الشيء اللي لازم نعمله هلا انه ننظم حياتنا، بس خلوني حل مسألة نهال بالأول والباقي بيجي بعدين. أنا ما خبرتكم طبعا. شو في كمان؟ انه لميس عصبت مني واستقالت من الشغل. منيح منيح منيح. كيف منيح؟ منيح يا اخي، هذا الشيء احسن شيء بصير. بعدين هنن عم يخلوها تشتغل كتير، حرام، ومفكرينها ارمله. خلص منلاقي لها شغله احلى. نحن اجينا. اهلا وسهلا يلا. فوتي. شو راح تعصيبك؟ يعني شو رح يصير دخيلك؟ خلاص اللي صار صار، شو نعمل يعني؟ خدي عنجد؟ ايه بعد هيك عدي عدي. يلا حبيبتي عدي ارتاحي هون، يعني قديش اليوم حلو عن جد. يلا خدي هي هلا اتصلي فيهم واساليهم اذا جهزوا مصاري التامين تبعنا. يلا يا روحي دقي لهم. ايه كان في شخص اسمه كرم يا الماس، هاد مين؟ والله اعطاني هو كرتو وقال لي اتصلي فيه. شو يلي عم بصير؟ بمين عم تتصلوا هلا؟ ولا كلمه، لا تتدخل سكوت. ما اتدخل؟ الو مرحبا، لميس اكتام معك. عم بحكي مشان مصاري التامين بخصوص المرحوم زوجي، ايمتى بقدر اخذهم؟ لميس شو الموضوع؟ ايه صح. والله جد كثير حلو ممتاز. ايه اكيد 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 طبعا. طيب معناتها بيجي بكره لكان. تمام. بالمناسبة أنا كنت بدي أسأل عن شغلة. كرم يا الماز، شوف لي إذا هذا الشخص بيشتغل بالتأمين عندكم. عن جد؟ يعني ما في حدا عندكم بهذا الاسم. أي فهمت. تمام اتفقنا، معناته بشوفك. شكرا كثير لك، عذبتك. خلص بكرة رح يعطوني شيك فيهم. ايه دخيلة بنتي الذكية الشاطرة، انا دخيلة. يلا ولي قومي قومي اعملي لها اكل، بتكون اختك جوعانة هلا. يلا بسرعة. مو حكينا وقلنا ما رح تاخدي المصاري صح؟ رجعت فكرت فيها، شو صار؟ رح اخذهم. قلت ليش انا دائما بحمل السلم بالعرض؟ يعني لايمتى هيك رح اضل ما عم بفهم؟ فقلت بوافق، على رايكم احسن ما اندم بعدين. ايه دخيل الله. رح تشوفي بكرة، بس تروحي تسحبي هي المصاري. رح نلعب لعب بالدنيا كلها. هيك احسن بابا، عن جد مزبوط. والله انا كثير مليت من هذا الوضع اللي عايشينه. شو؟ ايه تمام تمام، انا هلا فهمت انت عم تعملي هيك لانك كثير مزعوجه، بس انت طبعا ما رح تاخذي شيء. والله جد؟ هنن عم يعطوني مصاري، ليش ما اخذها؟ مو هيك؟ زوجي اللي حبيبي، قوم جيب لك الاكل؟ اعمل لك اكل يا عمري؟ اكيد انت جوعان.
مروة وينها هلا؟ خليها تجي. ها؟ خلينا نسمع أخبار نهال كمان ونقعد هيك مثل العائلة وناكل وننبسط، مو هيك؟ خلينا نضحك وننبسط، إيه؟ إيه؟ بدي أسأل سؤال، كرم يلما طلع مو موظف التأمين عندهم، أنت عندك علم مين بيكون هو؟ واضح إنك بتعرف شي. قول. قول، والله هالشي ماله مهم، يلي صار صار، الزلمة راح أصلاً. طيب. الزلمة كان يشتغل لحساب نهاية. مثل ما توقعت، شو بده يكون يعني؟ الأمور واضحة. تمام. أخي، أنا وليلاس رايحين على الحارة شوي. لوين رايحين يا عدو؟ اتركهم خليهم يروحوا، شو المشكلة؟ يلا روحوا تسألوا حبيباتي. نحن رح نروح. إيه؟ أحمد اتركهم خليهم يرجعوا أنت ما بدهم. ايه ماشي. لا تهدد ولاد. بعد كثير أحسن ما موتكم. لك شو عملت فيها أنت؟ شو قلت؟ ولا؟ البنت ما عاد عندها عقل. لا تحكوا عليها هيك أنت وياه. يا الله دخيلك. يلي عم تعمله هو المزبوط. خليني أقول لك إنه أبي هو اللي حرضها. يا جماعة اسمعوني. البنت ما عاد تحملت. البنت طبيعي. خلص راحت، ما قدرت تتحمل أكثر. برافو عليك بابا. اسكت ولا. اتطلعوا فيني شوي يا شباب، هلا رح تنسوا كل مشاكلكم. الشاب يلي ما عنده رحية بوشه ويلي عم تطلع له حبوب بوشه، هاد رح يحل كل مشاكلكم. شوفوا، وهذا الكريم يلي بإيدي هون دواء مثل المعجزة، دواء لكل داء، بزيل الحبوب من الوش وكمان بيطلع اللحية وبيخلينا نتمتع وننبسط بشبابنا. ايه يلا قولوا مين بده يشتري منه العلاج المعجزة. ممكن اخذ واحد؟ طبعا بتقدر تكرم. ايه انا بدي واحد كمان. ايه طبعا تفضلي. كثير ظريف. يلا لشوف. يا فيكو، يا ريت نحن بنقدر نشتري. ليش عندك حبوب بوشه؟ ليك ما شفتها؟ رح احط عليها لزقه لما اروح المدرسه. خذ هي انت. ما انا مبينه بس شي حلو الدقن تطلع وقتها، ما بيعاملوني مثل الصغار. هذا حقيقي؟ ليش الكل عم يشتري اذا ما انه حقيقي؟ فيكو ليك نحن لازم نبيع شي مثل هذا، مفهوم؟ مزبوط. تعي يلا لشوف. يا حبيبي خذ هذا العلاج مشان تطلع لحيتك. لا يا اخي، بس نحن حابين نبيع من هدول. ندرس بمدرسه خاصه، بنقدر نبيع منه كميات. عن جد راح تبيعوا منه؟ بس نحن ما بندفع لك هلا، بندفع بعد ما نبيعهم، ورح ناخذ حصتنا بس. حلو والله. شلون بدي اوثق فيكم؟ قولي بلكي انتوا اخذتوا الكريمات وهربتوا. لحظه، احكي باحترام، نحن من عيله اريبول ومين ما سالت هون بيدلك علينا. هذا اللي صار مثل ما عم أقول لك بالحرف. شو عم بيقول مرتضى؟ شو بيعرفني شو عم يقول؟ ايه هذا هو كل الموضوع. تحرك، فوتوا بسرعة لحتى ما يشوفنا. شو قصة تلاميذ؟ عم تقول انه نحن صرنا أغنية وما بعرف شو؟ لا تسأل أخي، لا تسأل، هذا فكري لعب بعقله. ونحن كمان ما فهمنا شيء. طيب انتو شو عم تعملوا هون؟ ما في شيء، بس ما بنقدر نوقف هنيك، فواقفين هون. خلينا نحكي شوي عن هالشيء، عم نتناقش شلون رح نخلي لميس تنسى الموضوع. بدي اقول شغله، انتو بالغتوا كتير هالمره برايي. انتو ما كان لازم تجيبوا سيره نهال ابدا بهي القصه. مو انا يلي حكيت، هي جابت سيرتها. ليش انا بقي عقل براسي؟ شو ليش مجتمعين هون كلكم وليش مو قاعدين هنيك؟ فهموني لشو. انت شو عم بيصير معك اصلا؟ شو عملت بلميس؟ ليش هي بهالحاله؟ وشبه حالتها؟ قولي شبهها. مجتمعين هون وعم تتفقوا على البنت لتضحكوا عليها؟ اكيد عم تخططوا تتخلصوا مني لاني وقفت بوش مخططاتكم. بس بتعرفوا انا وبنتي شو رح نعمل؟ نحن رايحين بكره مشان ناخذ المصاري ونعيش حياتنا على كيفنا، وانتوا رح تضلوا قاعدين هون عم تاكلوا بعض وتنقوا وتندبوا حظكم. لك لا بابا لا. بسيطه. صارت بنته لما صار في مصاري. عيب هالحكي يا احمد، يعني بيضلوا أبوك ما بصير تحكي هيك. بكرة منشوف إذا هالضحكة رح تضل على وشك. هدول الكريمات اللي رح تبيعوهم بالمدرسة، هدول الكريمات أنا بصنعهم، ما بتشبه الكريمات الكاذبة اللي بتشوفوها بالعادة. يا عيني، بس ما فهمت انت شلون بتعمل هذا الشيء؟ اللي يعني انت عندك مصنع؟ انا اشتغلت بمصنع من زمان وهلا عم اصنعهم بمحلي. خذوا هدول ماشي، وبيعوهم بكره بالمدرسه وجيبوا لي مصاري ورح اعطيكم ضعف الاجره. ايه ماشي جاهزين. طيب لك علي، انا رح اكون بكره هون بعد الظهر وانتم بتجوا اول ما تطلعوا من المدرسه. تمام تمام. ايه تمام اخي. يا اولاد لا تعملوا شيء غلطه لاني رح لاقيكم. عيب هالحكي هاد، احنا ما بنضحك على الناس. يلا امشوا.
انتو بتعرفوا انا كنت رح سافر على المانيا مشان جيب تولاي بمصريات التأمين، يعني ما رح تاخدوا المصاري. ايه مرتضى ايه، يعني ما كان ناقصنا كمان غير انك تسافر تهريب على المانيا، وبالنتيجة اذا لقطوك رح تصير بالسجن. انا رايح على الحمام احسن شي. معقول انت بتعرف انه تولاي بقية تهنيك؟ طبعا رح روح جيبها، شو بدك اتركها؟ القهوة شغالة اخي مرتضى، الاولاد ما رح يجوا. ايه وهدين كمان مصرين على الفطاير اللي انت بتعمليها. بس انا ما عاد روح لهونيك، وعدت جميل على القهوة ما بروح. يا الله شو يلي رح يصير؟ يعني رح أخسر هدينك الزباين كمان؟ رح أعمل الفطاير وأعطيك يا هون ها؟ وهيك من طالع المصروف، لأنه لم يستركت الشغل مثل ما بتعرف وصرنا بدون مصاري. ايه حل منطقة. ايه ايه كتير معقول. رح أعملهم هون عن جد، يعني بعملهم بالليل. لا تقلق، ما رح تخلصوا بسيرة يا جماعة. طول بعلها بقصة الفطاير تبعكن. ممكن نرجع لموضوع لميس هلأ فورا؟ ليك نرجع. ايه شو قررتوا نعمل؟ ما رح نعمل شيء، انتوا ما منكم فايده، انا رح حل الموضوع. لا خلص انا برايي يعني لو انت شو بدك، يعني بدك تولاي تشتغل بالمساج هنيك ولا شو؟ اساسا تولاي تشتغل بالمساج هون، شو فيها يعني؟ برايي نشتري سياره حلوه اخر موديل، شو رايك؟ حلوه هالفكره، بنشتري مو غلط، واذا ملينا منها بنخلي حدا يسرقها وبناخذ مصاري التامين. انه ناخذ مصاري من التامين شغله منيحه عن جد. لميس حبيبي انت يا مرتي الحلوه. ليكي شو رح قلك، هلا انا اليوم بعرف اني عصبتك وعم تحاولي تبهدليني، فهمان هذا الشيء، بس ليكي الوضع فعلا جدي جميل، انا عن جد وعدت جميل، فهمتي؟ هويتي رح تصير حقيقيه، هن عن جد رح يحبسوني بتهمه الاحتيال، بترضوا؟ معقول ما رح يصير شيء؟ شبك منرتب حادثه جديده ومنقلك، ما هيك؟ وهالمرة بنعملها بالصيف مثل انك تغرق بالمي مثلا. بس خلينا نعمله تامين مره ثانيه قبل ما يغرق، بناخذ مصاري كمان. لميس ايه مضبوط والله. شو بدي اقلك، دق خلي مروة تجي لعنا، ايه نقعد ناكل ونعرف شو عم تعمل مرتك السابقة نهال المريضة، خلينا نعرف اخبارها. يلا دق قلها. ايه شبك واقف، دق قلها. أنا الرسالة فهمتها، عن جد فهمتها تمام. لميس أنت هلأ عصبتي مني مثل ما قلتي، وعم تحاولي تعطيني درس، وأنت معك حق، لحد هلأ ما غلطت بشي بالمرة، هذا كله طبيعي، ما فيها شي، مو مشكلة بنوب، عم تعملي الصح، وأصلاً بعرف منيح إنك عم تعملي هذا الشي مشان تعصبيني وإنك ما رح تاخدي المصاري هدنك، وأنت نجحتي بهالشي، أنا هلأ منيح، رح أخذها من بلا. والله عن جد أنا حابة إنه أتخرج من المدرسة الثانوية والمصاري رح تنفعني وما رح أنجبر أشتغل، يعني بتصير مرتك غنية ومتخرجة من الثانوية، شو رأيك؟ رح تأخذيهم يعني؟ إيه طبعاً. آه صحيح بدر، بدي أقول لك أنا هلأ تذكرت إنه نحن ما عملنا شهر عسل، شو رأيك بهدول المصاري نسافر لبرا، يعني لباريس مثلاً، منغير جو ومنحتفل بزواجنا بيوم عيد الحب، شو رأيك؟ تمام ايه منروح؟ اوكي ايه خدي المصاري، خديهم كلهم صحتين على قلبك وبعدين منفكر بالأمور الباقية، شو رح يصير يعني؟ شو هالقصة؟ مو مشكلة بس بتعرفي انه جواز سفري مو مزبوط؟ يعني ما فينا نعمل شيء بهالخصوص، فخلينا نختار شيء مطرح بهالبلد مثل اولو داغ. ها ايه بس انا سافرت على اليونان بدون جواز سفري يا معلم. انا اخذتك. قصدك خطفتني. اولو داغ بتجنن، وهيك نتذكر ايام زمان وبلا باريس. شو المانع؟ يا الله حبك كثير انا حبيبتي، عن جد رح ننبسط كثير. تمام منيح. ايه يلا دق لها مروة. اه عفوا نسيت، هلا بيجي مرتضى مشان الله حاج بقى. قلنا شو في بده يا جماعه؟ انا خلص غرقت، انا انتهيت، هالبنت لانها مزعوجه مني رح تروح تسحب المصاري ورح توقعني بمصيبه، شو رايكم انتو؟ وكانه ما كنا بمصيبه من قبل، شو الجديد هلا؟ خلص لا تكبروا ولا القصه، وانت خذ المصاري واكيد رح تسددهم بشي طريقه بعدين. ايه كلامه مزبوط، انسى الموضوع هلا وركز لي على نهال لحتى تحل مشكلتها. ما بعرف كيف بدنا نحلها، واصله معي لهون وقربت اختنق، بس ثاني لازم اتلك كل شيء واضح وما بتعرف. بس هلا مهمتك الاولى هي التخلص من نهال، لانه ما بكفي تصدق انك متت مزبوط. ايه ما بكفي. ايه مزبوط مزبوط، نحن لازم نلاقي حل تاني، بدي سبب لحتى اقدر اربط لها ايديها ورجليها. شو؟ بتصل مع مروة، ليش لحتى ما اتصل فيها؟ ايه طبعا مروة. يلا ايه مزبوط احكي معها. ايه بس خلوني اقول لكم شغله، ما لازم توثقوا كثير بهالبنت. لا لا اكيد ما رح تخدعنا بنوب. خايفه تعميها بدل ما تكحلها. عندي ارتاح. مروة مروة انت هون؟ دقيت لك كذا مره، وينك؟ ليش ما رديتي على تليفونك؟ مشغولة بشي مهم؟ وصلت رسالة من المختبر من شوي وعم شوفها. شو بدر عملت فحص أخوة لكان؟ ايه عملت فحص، شو صار؟ معناتها تفضل شوف.
إذا عم كذب عليكم. خليتني انزل على القبر مشانك وانت لهلا ما عم بتصدق اني اختك. شو كان بدك؟ فجأة طلعتي قدامي وما بعرف شلون، ولازم اتأكد مروة. وليكني تأكدت. ايه وتأكدت هلا. شو رح يصير يعني؟ شو رح يصير يعني؟ رح نصير اخ واخت. يعني رح تساعدني اني لاقي ابونا؟ وما رح تلهيني اكثر ما؟ أنا عشت حياة كتير بتخوف، أمي بعد ما ماتت عرفت إنه أبي لساته موجود، أمي لما تركتني ظنيت إنه قدر يعيش فقيرة وبدون حدا بنوب، تمام أنا فهمانة، يمكن هذاك الشخص أساء لكم كتير، بس هو بغيابه كمان أساء لي، فهمت مو؟ بدي كتير منه، بدي يعوضني عن كل شي عشته، هو لازم يقدم لي شي كتير ويعوضني عن كل أوقات الوحدة مع أمي وعن كل شي بشع أنا عشته. هاد حقي اللي عم بطلبه، بدي اللي هو من حقي، ما بدي شي غيره، يعني اتسجل بقيد النفوس تبعه. أنا بدي أقدر أقول إنه في إلي أب موجود أو بدي مصاري. شو الغلط يعني؟ شو اللي عم بعمله؟ مو غلط. لا طيب اسمعي لقلي، شدي حيلك، أنت ما عم تغلطي ماشي، هو اللي غلط، ثروة أكتان. حاج تبكي، طيب وعدي إني رح لاقي لك إياه، تمام؟ لا تاكلها، أنا رح جيبه ورح نحطه بالحبس، وأنت رح تثبتي إنك بنته مع إنك أثبتي هالشي، ورح تاخدي حصتك، تمام؟ عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد، بس بالأول لشوف كيف رح نخلص من الموضوع نهائي ومنشوف بعدين، لأنه لميس جنت وأنا ما بقدر أعمل هالشي قبل ما نظم وضع عيلتي وحياتي، وبعد ما تخلص هالشغلات بوعدك رح لاقي، تمام؟ بس أنا حليت هاي المشكلة وخليت نهال تصدق إنك ميت. مو بهالبساطة، المفروض إنه تطلع من حياتي، هيك لازم، وإلا ما رح أقدر حافظ على شخصيتي بنوم. وكمان جيبي كل اللي بتلاقيه بالبيت،
تمام؟ وثائق ومستندات، بدي تصوري كل شيء، لا تتجاهلي أي شيء، تمام؟ تمام، إذا هيك بتشوف. هيك بشوف إيه؟ تمام، يلا نمشي ونشرح للميس القصة، خليها تهدى، يمكن تهدى لما تعرف إنه في إلي أخت. آه صحيح، بالمناسبة لميس صايرة غريبة كتير، تمام؟ نحن ضغطنا عليها كتير فطار عقلها، لهيك بدي قلك لا تفكري إنه هذا الشيء بسببك أو إنه إلك علاقة بالقصة، ماشي؟ ما تاكل. إيه الباب عم يندق، روحي. استنى استنى، يلا. أنا رح أفتح. يسعد صباحك، أنا نعيمة صاحبة البيت. أنت لميس خانو؟ لا هي مرت أخي، تفضلي قولي لي. مو مشكلة، لكان بنتي والله طلع قرار لهدم البيت، أنا هيك عم بدي إلها، أنت بلغيها لكان. رح يهدموا؟ ليش يعني؟ بس إن شاء الله ما يكون في شي خطير. لا ما في شي، بس أنتوا فضوا البيت لأنه رح نطلع ببناية. ايه ما كان ناقصنا غير هالشغلة والله. ماشي أنا ببلغها، لا تاكليهم. شكرا إلك، مع السلامة. يا الله عم تجي وحدة ورا وحدة، شو نعمل هلا؟ مين؟ المصايب. لك فيكو، شو بصير إذا فتحنا واحدة منهم؟ يعني منفتح واحدة ومنجربها، لأنه ما فينا نبيع شي ما منعرف نتيجته. إيه منفتح واحدة، بينا أصحاق علبة بأسوأ الأحوال. أعطيني حط أنا. لازم نتعلم كيف نصنع هالشغلات. يعني شن نتعلم فيكو؟ بيصنعوا هيك شغلات بالمصنع بس. بين عليه رجال منيح، أعطيني كمان. إذا جمعنا ندفع فواتير موبايلاتنا وما منكون هم على القلب أختي بعد هلأ، ومنعتمد على حالنا. إيه لكن ندفعون، بس ما منعطيهم كله لأختي، نترك شوي لنا. إيه صح. تصور أنا وياك نصير أغنياء فيكو. يا ريت أختي. مساء الخير. اه شاي، حماتي بتحبني. وين لميس؟ لميس مو هون، راحت مع عمي فكري، بدهم يجيبوا شوية اغراض. يجيبوا شوية اغراض؟ ايه رح اتصل فيهم لكان وشوف وينهم. شو بكون عم تطلعوا فيني؟ أخي أصر إني إجي معه، وغير هيك صرنا عائلة وحدة. عن جد؟ عم تقول أخي؟ إيه أخي، شو بقول عمي؟ عملنا فحص DNA كمان وأثبت إنه نحن منكون إخوة. شو بكون؟ قال عاملين فحص، قل لي شو القصة بدر؟ آه مزبوط. ايه كنت ناوي بس تيجي لميس خبركم بهالشي اكيد، بس بما انها تصرفت اسمحوا لي احكي هلا. مروة طلعت اختي. يا سلام. انا رح غسل ايدي، اتصلت فيهم لحتى اعرف مكانهم، قام رد علي فكري بيك وقعد يغني وانا عم احكي. اكيد بيكون شننا. ايه والله. شو القصة أحمد؟ ليش عم تطلع فيني؟
مو أخي عم يعتني فيكم كلكم؟ وهلا أنت كمان لازم تعتني بأخته لصهرك. مروة ليكي، أنت على الأغلب جاي تعملي شي قصة، شايفك منشجعة كتير كمان. نحن مشان بدر بنعمل أي شي، بس لا تلعبي دور الأخت كتير يعني، فهمتي؟ أنا بدي أروح هلأ، هاليومين تراكم علي كتير شغل بالجامعة. أنتو خليكن وخبروها للميس، كان بدي شوفها بس ما عاد لحق. ايه ماشي، يلا بشوفكن. سلام علينا. باي، مع السلامة. مرحبا هيلين. أهلين. وين هيلين؟ ما عم بترد على التليفون. بصراحة هي معصبة منك كتير، الأحسن ما تحكوا مع بعض. يا الله، ليش عصبت مني هاي المرة؟ على كل، لا تخافي، أكيد بتكون عم تستنى تخبرني إنها معصبة بأسلوبها. روحي ناديلا. استنى شوي لحتى أخبرها. شوفي شي بضحك. إيلين؟ إيلين؟ وقفي شوي، شو صار لك؟ ليش معصبة مني؟ ولوين رايحة؟ اتصل لها، لو كان بدي رد على تليفوناتك كنت رديت بعد من وشي. لا، جيت لعندك لأنه ما رديتي علي. أوف. إيلين، معلش تقولي لي ليش معصبة مني؟ ليكي أنا كتير تعبان. روح نام معناتها، شو عم تعمل هون؟ آه؟ يا ريت، بس مو ممكن هلأ. أنت وحدة من شغلتين ما عم بيخلوني نام. ما اتصلت فيكي لأنه كنا مع حكمة بمشفى الأمراض العائلية طول الوقت. ما بدي اسمع مشاكلك العائلية، عندي أضعافها 100 مرة. مو لأنك ما اتصلت، معصبة لأنك ما عطيتني إيميل لدرجة أنك ما خبرتني إذا كنت منيح. طيب معك حق، أنا بهي الفترة مشغول كتير ومتوتر، والسؤال يلي أعطاني إياه الدكتور كمان. أحمد خلاص، لو سمحت انسى الموضوع. هي ما أنا مشكلتي بنوب، ما في توازن بحياتك، بتركض ورا المصايب يلي فوق راسكن وبتنسى مين اللي كان وراه. إيلين، وبدك يكون كل شيء مثل ما بدك لما ترجع. إيلين، أنا ما نسيتك ولا لحظة. أحمد، أنت بتتذكر شو قلت لك؟ قولي. أنا العدد زايد بمعادلتك، وحساباتك مستحيل تنجح إذا تجاهلتني. قلت لك هاد هو الحب. نعم؟ معقول ما نجحت بالسؤال لهالسبب؟ هلا عرفت شو هو حل السؤال؟ فيك اشوف هالكريم ولا روح الحبة؟ ورجيني؟ ليلاس، عن جد هالكريم معجزة، شوفي إذا طلع لي دقن. ورجيني لشوف. ايه في شوي هون، والله لنبيع من هالكريم بشكل مو معقول. يلا يا اولاد رح تتاخروا، يلا جايين. اخي بدر خلص، اذا ما بدهم يروحوا اتركهم، لا تاكل همهم انت. اختي لساتها على حالها. ايه، ويعني بدهم يهدوا بيتنا. ايه يهدوا من غيره لما يجوا المصاري. طبعا يا روحي، بتنتقلوا على بيت في مسبح لانه رح يصير معكم مصاري كتير. ايه، كيف كان المشروب بابا؟ أوه. لما يجوا المصاري روح اشتري تلاجة صغيرة تشرب منها وقت بدك. والله هذا الحكي اللي بنسمع من الأول. هيك انت بنتي الحلوة وحياتي كلها. ناوليني زيتون له. يا لميس، ارجعي لميس القديمة، شو صاير لكم؟ ليش تبني أنا يا الله؟ مو هيك أحسن؟ مرتاحة أكتر بهالوضع. مروة شو رأيك انتي؟ شو رأيك بمرت أخوكي؟ والله أنا حبيتك هيك أكتر يا مرت أخي. حلو. على ذكر مرت الأخ، نهال هلأ شو عم تساوي؟ عم تستنى التقرير يوصل، وعم بتفوت بحالة اكتئاب، وضع مو منيح. إن شاء الله. إن شاء الله. ما شبعت لسه بابا؟ لا شبعت، بس قاعد عم بستناكي. يلا لشوف حبيبي. بوسة. روحي.
ضل شوي بس لنصير اغنياء. ايه ايه ان شاء الله رايح اصير غنية واجي. انتبهي على حالك حبيبتي. رايحين نصير اغنياء. مع السلامة. مع السلامة. لا تصرفوا كل المصاري. رح نصير اغنياء مو هيك اخي؟ شو بدنا نعمل نحن بدر اذا اخذت المصاري؟ شو بدي اعمل؟ قولي لي. زعلانين؟ اكيد انتو جنيتوا لك هاد الشيء منيح. لا تحكي شيء بدون ما تعرفي، اذا اخذت المصاري اخوك بفوت على السجن. اختي يلا يلا انت هلا خليكي عند نهال وشو بتقدري تجيبي بيكون منيح. يلا لشوف روحي. طيب طيب اخي بشوفك. مع السلامه. باي. يلا يا اولاد. انت لا تخاف لميس ما بتفرج فيك. يا عزيزي ما في شيء بخوف بنوب، كل اللي عم تساويه هلا هو ردة فعل. انا خوفي من فكري بس. بتعرفي شو اللي مفروض نعمله هلا؟ انت بتاخدي حصتك من المصاري وبتعطيني الباقي لحتى اروح احطهم بالبنك مشان اخذ الفائده تبعهم. بابا انا بدي اسالك سؤال، هلا انت عن جد مفكر اني رح اخذ هدول المصاري؟ والله بعرف منيح انك ما رح تقبلي تاخديها، وبعرف حالي شو مخلف كمان. انت ما فيك تاخدي هدول المصاري اصلا، اتدخلتي بالموضوع لحتى تغيظي صهرنا وينزعج. ما ايه هيك تماما. يلا عندي شغل، امشي. يلا بابا تحرك. شو الشغل هاد؟ خلص بابا قلت لك شغل. يلا. بس بتعرفي حتى لو كذب خلينا كل فترة والتانية نتسلى هيك. عجبتني القصة وانت ضحكي وانبسطي مثل امك. شوفي يا بنتي رح تحملي هموم الدنيا كلها على راسك، ضحكي وانبسطي. يلا خلاص منطلع غير مرة ليك واجا الباص. يلا دخيل الله انا. انتبهي على حالك، ضحكي. اتفقنا؟ ضحكي. لك انا اللي بعرفك بس انتو اللي ما بتعرفوني ابدا. هاي بنتي الحلوه دخيله ورده ابوها وحبيبه قلبه، والله لا يحرمني هالوش الحلو. كنت عم تعمل لوش الصباح استاذ؟ ليش هيك حالتك؟ لا استاذ انا حليت السؤال لك. كيف حليته استاذ؟ انا متاكد انه الجواب صحيح. انت شوفه، بعرف انه السؤال صعب كتير بس لما نمسك طرف الخيط بنحل كله بسلاسه. هلا بصراحه لا يعتبر اني انا حليته، الانسه إلين ساعدتني، هي يلي مسكتني طرف الخيط وأنا حليته. صح الحل أستاذي؟ تمام. أنت روح غسل وشك وصح صح، وأنا بدي بس أحكي كم تليفون. نحكي بعدين. طيب. طيب. مو الحل مظبوط استاذ؟ على ما يبدو مظبوط. يلا روح. حاضر. جنيدو؟ معقول هدول الحواش يكونوا محل لميس؟ إذا مو عاجبينك روح دور أنت، هدول الموجودين. لا تحكي ولا حرف. يا ساتر، قال طلبنا منه بنات وهو رايح جايب لي فزاعات من جنينة. إيه؟ شو عم تقول فكي؟ لا يكون مو عاجبك. خلاص جنيدو خلاص، وإلا بشيل عيونك. والله فهمت علي؟ انتي قربي لعندي لشوف. ايه شو هالقرف؟ ليش هالقد موسخه حالك؟ انسي هلا من نظفك ومن لبسك. ايه تمام، يلا تعالي لميس الجديده. Güneşi bir el atış ettik bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile dalıdık ateşe.
peşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Kokulamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp öpüp kokulamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. هذا الكريم اللي هلا انتو شايفينه بايدي هو اختراع ظريف ومثالي لانه حل اكيد لمشاكل الحبوب، حتى بيعمل دقن للصبيان. امي قالت لي انه حب الشباب ما بيروح، نحن وقت نكبر بيروح لحاله. قالت هيك لانه ما بتعرف هذا الكريم، انت بس تستخدم هالكريم رح تفيق الصبح ما في بوجهك ولا حبه. فكرت انت شو عم تقول؟ شو هالحكي؟ نحن اولاد حاره وحده. انتو لا تقلقوا ابدا، انا جربت هذا الكريم وهو روح لكل الحبه بيومين. حب يصير لما وشنا يزيت فيكو، بكفي انه نخليه نظيف. لكن قلي ليش مخلي الزيت يسبح بوشه؟ لا تحكي هيك، هلا ببطل يشتري لانك خجلته. عم فهمه انه ما بيروح بالتغسيل، حط من هذا الكريم وما رح يضل بوشك شيء، عم انصحك. يعني امي عم تكذب علي؟ برايي انه بدها اياك تكون بشع. ليش ليكون بدها هيك؟ عم تسالي ليش؟ لانه لما تكونوا بشعين انتو ما رح تعجبوا حدا ابدا، ولهيك الامهات ما بدهم يروحوا لكم هذا الحب. مو معقول. اي والله عن جد يا فكره مو معقول الحكي. قلك ليش؟ لانه اذا عشقتي ما رح تدرسي، فهيك بخلوكم مشان ما حدا يحبكم ابدا. انا معجبه ببوري اللي بالصف السادس، بس مريا قال لي وشك مثل اللحمه بعجين. شو عم تستني لك؟ عم جربي هذا الكريم فورا، وبكره الصبح بتلاقي وشك ما فيه ولا حبه. عم تفهمي علي شو عم اقول؟ وبورا رح ينعجب فيكي، اتفقنا؟ خدي علبه يلا. ايه عطيني بجربه بدون ما تعرف امي. وانا كمان بدي وحده. عطيني لإلي. رح اقول تميه قبل ما تخلص. هات تعالوا اشتروا انتو كمان. لك انا مليت من تهديداتك الفاضيه، واذا بتقرب صوبي رح خليهم يمسكوك وتعفن بالحبوس. لا بقى تدق لهون. خاله مروه انا متخبي لاقيني. سيد توفيق انت فاضي هلا؟ اي طبعا في عنا مشكلة، لأنه شريكك اتصل فيني قبل شوي وكان عم بيهددني. طيب ماشي، بس انت لا تطلع ابدا، انا جاي لعندك. تمام. انت شو عم تعملي هون؟ كنت عم بلعب طمامة مع سامح. متخبي عندك مو؟ خالة مروة ما قدرتي تلاقيني؟ حبيبي انت هون؟ وين كنت متخبي؟ تعال هون. وقف انا بدي امسكك. تعال هون، تعال هون. انا طالعه. ماشي مدام، لا تقلقي، سامح معي. ادعي لله يطالعك القاضي. لو كانت الشغلة بإيدي كنت خليتك بالحبس ليوم القضية. تفضل وقع لي هون. وليش لحتى تحبسني؟ بدل ما تخليني روح جيب اللي خطفها لبنتي؟ طبعا إذا كان فيك يعني. لا تنسى أنك بالمخفر. شو هاد يا؟ حكمة ماله ذنب أصلا، الولد مريض كتير، حطوه بمشفى الأمراض العقلية. بأي مشفى حاطينه لهالسرسري؟ شو بيهمك بأي مشفى؟ يعني أنا قلت لحالي بناخذ له باقة ورد وبنروح نشق عليه. أنت عم تتمسخر ولا شو؟ جميل. جانا بلاغ نطلع فورا. يلا بسرعة. يلا روح من هون. وانتبه اوعك تقرب على حكمة وعيلته، عم تفهم؟ وفيك تعتبر انه هدول مدعومين. يلا روح. بول سرسري، مفكر حالك رح تنفض مني بحالة المرض؟
حكمة ألي بول بأني غرفة؟ مين حضرتك؟ أنا قرايبه واحد من العيلة، قولي لي بأي غرفة؟ أنا بعتذر ما فيك تزوره. شو قصدك؟ ليش ما فيني؟ هاتي لشوف شو رقم غرفته، أنتوا عصابة ولا مشفى؟ حلو والله كلياتكم عم تحمولها هاد؟ وأبصر لشو عم تخططوا هلا ولهيك عم تمنعيني من زيارة، مين بيكون هذا حكمة؟ وليش عم تحموه كلياتكم كل هالقد؟ هلا بدي أعرف حكمة مين وراء. ليش مين انت وشو بدك باخي حكمت شو بدي شو على حركه اخوك هو اللي خطف بنتي لا ومو بس هيك ووزني راسه لمرتي كمان وفرقها لعائلتي مالي شغل معك انت تركوني لشوفه لهذا الولد شو عم تركوني مريض ونايم فوق ما له علاقه بشي ابنه مريض بما انه اخوك مجنون ومريض ما تطلعيه على الشارع مفهوم اربطيه وخليه بالبيت احسن ما يتحرش ببنات الناس انتبه وطي صوتك ماشي بتشوفي بتشوفي انت ما بيقدر يرجع مرة تانية ما؟ لا لا انت روح يرتاحي تفضلي رح يجي معك ما راحت على التأمين ولا أخذت المصاري ما هيك؟ تمام تمام شكراً كتير لإلك مع السلامة لميس ما راحت مفكرة حالة أنها بتقدر تخدعني ما قلت لك؟ راح أتصل فيها لحتى تعرف أنه ما تحركنا من البيت إن الرقم المطلوب مغلق أو ليش تليفونها مسكر؟ لأنه هي ما بتعرف أنه نحن كاشفينا بدها يانا نفكر انها اتحدت مع ابوها واخذت المصاري لهيك سكرت خطه هيك رايك طبعا شو بده يكون غير هيك شوفي ليش هيك جن الموبايل اوف ما في شيء هي مروه قلت لها صوري الاوراق اللي ببيت نهال صورتهم عم تبعتهم اي مروه عم شوف الصور بس ان شاء الله يطلع معنا شيء نهال كانت عم تحكي مع واحد على التليفون وكان عم بيهددها يعني في حدا متسلط عليها وكانت عم بتقله إذا قربت مني رح خليهم يحبسوك بعدين طلعت من البيت ورحت تشوف واحد اسمه توفيق توفيق؟ بصراحة ما سمعت فيه من قبل سمعتي كنيته أو هيك شي؟ لا بنوب ولا جابت سيرة طيب ماشي معناتها بنحكي المسا بس تجي وليكي مروة إذا شفتي أي شي صوري لي وبعتي لي اتفقنا؟ اتفقنا يا معلم تمام يلا رح سكر شوفك هلأ خلصي هذا الفصل ومنشوف بس ما بعرف كيف بدنا نخلي اختك تحت السيطرة هون بغيابك ما بعرف عن جد عادي بتدبر حالة بدون هاي الفترة بابا شو وضع هلأ؟ منيح؟ يعني مثل العادة إلا نساتها مثل ما هي يا بيك الضيفة اللي انت عم تنتظرها وصلت فوتيها يلا انت شوف شغلك وانا رايحة على الجامعة ماشي بنتي وانتبهي على اختك انا هيلين بنته للسيد توفيق حكينا وتوعدنا صحيح تذكرت مرحبا تفضلوا مو هي المرة كانت أهلين مدام أهلين فيك تفضلي تشربي شيء؟ لا ما بدي شو القصة؟ عزيزة بدي أقولك شي قلي يعني وين لميس لهلأ تأخر الوقت والله قلقت عليها يعني هي طلعت من المشفى
يا ترى وين بتكون؟ ما بعرف، اقعد مكانك ولا تخلينا ننشغل فيك. لوين رايحة؟ رايحة دور عليها، يمكن تكون مع أبوها. اوعك تطلع، اقعد واشتغل بوراقك. لا لا ما رح أطلع، أنا رح أتصل بجميل ومندور عليها سوا. لكان سلميلي على جميل. ايه وصل. لنكمل. المكان حلو كتير وجهاز الصوت ممتاز، برأيي رح تكون حفلة بتجنن. ايه رح تكون حفلة كتير حلوة، رح تغير جو هنيك. تعالي دقيقة. إذا كنتوا موافقين رح أروح وأحكي مع الإدارة مشان يحضروا لي القائمة الأخيرة. إيه ولا يهمك. شكرا. في شيء أحمد؟ أنتوا كملوا موضوعكم معلش. أنسة إلين، عايزك شوي لو سمحتي. ليش؟ أنسة إلين، الموضوع بيتعلق بالدرس، يا ريت تجي. إيه طيب، برجع بعد شوي. ما في مشكلة. على إذنكم. تفضل يا أنستي. حليته للسؤال، حليته، وهذا بفضلك أنت. منيح، خليني روح لك. لك ليش هيك عم تساوي؟ بعترف أنه معك حق وأنا بعتذر منك، بس أنا هيك عطول. أنا بجن لما يكون في تحدي بيتعلق بالأرقام، ولما تكون المشكلة متعلقة بعيلتي أنا مستعد أترك أي شيء بالدنيا لوقف معهم واهتم فيهم. بس ولا واحدة من هاي الشغلات بتغير حقيقة أني بحبك كتير يا إلي. شو أنت الوحيد اللي عيلته عندها مشاكل بهالدنيا وأنا عندي مشاكل؟ على الأقل أختك ما أنا مريضة عقلية. اسمعيني، أمك تركت لك هذا الجمال صح؟ أنا أمي تركت لي أخ مجنون وبعد ماتت، بس أنا لهلأ عم عاني باللي تركت لي إياه، في فرق كتير كبير. ليك أحمد اسمع، لو أنت كنت بتعرف أمي شو تركت لي كنت شكرت الله على أخوك هالمجنون. أوعك تجيب سيرة أمي من يوم ورايح، مفهوم كلامي؟ ماشي، معناها احكي لي، احكي لي عن ذكرياتك معه، كيف كانت يعني؟ إحساسك لما ماتت. لما ماتت أمي زعلت كتير لدرجة أنه ما حد طلع صوتي أبدا. وقت ماتي أنا ما عندي مشاعر حلوة تجاهها بالمرة. أنت صوتك ما عطلة، أنا نفسي بينقطع، مفهوم نفسي بيروح. انسى الموضوع أحسن لك. دورنا بكل مكان ورحنا لعند جنيده، ما لقينا لميس ولا فكري. طيب سألتي مرتضى عنا؟ ايه وهو كمان ما شافه. ها اجا مرتضى. ها تعال فوت. شو قالوا لي، سمعتوا شي خبر عن لميس؟ تخيل انها مسكره تليفونها مشان تخليني اقلع عليها، بس شو عم تساوي؟ طيب هي لوين بتكون راحت هلا؟ يا جماعه، ابوها مو عرف بسيره المصاري؟ ممكن يكون خلاها تشرب شي لتوقع على الوراق غصبا عنا مثلا. شو هالحكي هاد؟ لا مستحيل، يعني اكيد هو ما راح يشربها بالقوه. والله انا ما بستبعد هالشي ابدا. شو عم تحكي انت؟ ما بصير تزيدي له مخافه اكثر. بعدين اسمعوا، فكري مانو مع لميس، هو مع بنت تاني وهن مشغولين هلا. فهمتوا علي شو عم بحكي؟ خبرني الخال مؤمن هيك. يعني انتوا هلا بدكم ياني اطمن ولا خاف اكثر؟ ما عرفت يعني اذا هي مو معه مع مين لكان. يلا تعي تعي تعي. يلا مرحبا استاذ، هي هي لميس أليبون. اهلا. مشان تعطيها المصاري. اهلا وسهلا فيكي مدام لميس. اهلا فيك، حالتها سيئه بعد ما فقدت زوجها. تعالي بنتي اقعدي هون. يا حرام صايره مثل المجنونه. اخ لو انك شايفها من قبل، بس رح تتحسن ان شاء الله، نحن عم نستنى. ايه بس على التليفون كانت منيحة. ايه مزبوط، يوم بتكون هيك ويوم بتكون هيك، قعدت بوشي وهي بهالعمر.
طبعا وقت اخذ المصاري منكم فانا رح اخذها وعالجها فورا ان شاء الله. وضعكم صعب، الله يكون بعونكم. تسلم، شكرا استاذ. هي يلا اعطينا المصاري. اعطيني هويتك لو سمحت. انا بحلها. قربي بنتي، طالعي هويتك حبيبتي. تفضل، هاي الهوية. هي بتعمل هيك وقت بصير موعد الدواء تبعها. هذاك اليوم رحنا على المطعم وتأخرنا عليها بالدواء، قومت المطعم فوقاني تحتاني، لهيك استعجل شوي بلا ما تساوي شي هلا. ايه تمام، رح حاضر. لو سمحتي توقعي انك اخذتي المصاري وهيك منكون خلصنا المعاملة. يعني فيك تجيب لنا كاسة مي لو سمحت؟ اكيد هي عطشت هلا. تكن، رح جيب لك فوق. اخ شو هالقديشه اللي بلاني فيها جنيد وفظيعه، شو مخها سميك، قاعده هون مثل الاموات. لو ما بتتنفس كان فينا نحطها على الواجهه بشي محلها واعي. يا فيكو، ليش تركت عصومة لحاله؟ أنا رايح أشوفه. شو بعت الكريمات؟ ليش أنت اللي جيت لعنا؟ نحنا منجي. والله قلت لحالي بشوف أنتوا وين ساكنين. نحنا بعناها كلها وفي عليها طلب كتير وقال بيعطونا سعر أعلى. ممتاز، عن جد شاطرين. أعطوني مصاري اللي جيب لكم كمان. نحنا أخذنا حصتنا وهي الباقي. تمام، بعطينا بسعر أرخص. شفت قديش بعنا وقد ما جبت من بيع. ماشي، منتفق. أنا رايحة بدي أشوف عصومة وينه. تمام. أحمد، أحمد، لك عم نادي لك ما عم تسمعني؟ أهلي. أنت منيح؟ منيح، شو بدي؟ أنا ما بعرف إذا بيهمك هذا الشيء بس لازم أقوله. شوف، أنت بتتذكر مرته لهداك الرجال يلي كانت أختك تحبه، هي اللي بتكون الناقبة؟ نهال. إيه نهال، أنا شفتها إجت على بيتنا اليوم. هي رفيقة أبوكي على حد علمي. إيه يمكن. أنا قلت بقلك بلكي هذا الخبر بينفعك بشي. أنتوا لسه عندكم مشاكل معه ولا لا؟ طول الوقت مشغولين فيها. عرفتي ليش إجي؟ ما عندي معلومات بنوب، بس إذا بدك بسأل البابا عنه. إيه أنتي اسألي بس بطريقة غير مباشرة لحتى أبوكي ما يعمل شيء. يا ريت تعرفي لي سبب زيارة. أكيد رح أحاول أعرف لك شو الموضوع وبخبرك بس عرفت. شكرا. يلا عن إذنك. بالتوفيق. جميل حبيبي، خليك عم تدور واسأل بكل المشافي والمخافر، خلي قلبنا يرتاح له شي شوي. ماشي، نحن ناطرين منك خبر. ايه شو قال؟ رح يضل يسأل عليها، وقال لي لو كان صاير شي وقتها كنا سمعنا بالخبر. عرفتوا مزبوط هذا الحكي بدر؟ ما شفت كيف وصل خبر حكمة بسرعة وقت خطفها لهي البنت؟ كنا سمعنا لو صاير لها شي. الخبر ما وصل لنا، وصل لكم وانتو خبيتوا عنا. ايه صح، بس الوضع مختلف هلأ. لمي زعلانة مننا كلنا بدر. صحي أحمد معقول يكون بيعرف وينه؟ لا ما بظن أبدا، وقت سألته كان واضح أنه ما بيعرف. أبوها فكري شخص كتير مادي وممكن يعمل أي شي تافه مشان المصاري. ما فهمت عليك، كيف شي تافه؟ يعني مثل شو؟ طيب وأنا شو بيعرفني مثل شو؟ مثلا مين هديك البنت؟ آه لوين راحوا لوين إجوا؟ هو نحن شو بيعرفنا؟ البنت يلي معه كتير صغيرة وما بنعرفها، هيك قال لي الخال مؤمن. وين بدها تكون راحت لميس؟ وأنا مو عارفان شو لازم ساوي كمان. خير سيد فكري؟ عاوزني؟ اهدى، من أول اللمس ممنوع. خبرني ليش خليتني أجي لهون بنص الليل؟ ضليتي تقولي لي بدك مصاري خاتون؟ خدي هاي مصاري قد ما بدك.
يا حياتي ارجعي لي بقى. مصاري؟ عن جد هي حقيقية؟ لا تكون مزورة. شو مزورة؟ معقولة سوي هيك شي ولو؟ اكذب لك شي كذبة تتصدى، على أساس أنت ما عندك هالحركات بالمرة. شوفيها والله حقيقية وكلها مزبوطة 100%. خاتون شبنا. طيب قلي من وين جبت كل هدول المصاري فكري؟ شو بدك بالناطور؟ أنت كلي العنب يا روحي. وهلا جاوبيني بترجعي لي؟ ايه طبعا، شو بدنا سؤال؟ فكري نحن شو بدنا نعمل بكل هالمصاري؟ لك بدنا نصرفها كله وما نخلي منا ولا قرش. بدي عايشك مثل الملكة، ما رح أحرمك شي يا روحي. تعال يلا تعال. يلا خذها بيوم معك. انتي وين كنتي مدام؟ مبين عليكي مو مبسوطة بنوب. شو طلعت النتائج؟ شو النتيجة؟ مكتوب إنه العينات متطابقة 99%. شو يعني؟ ما فهمت. يعني اللي بالقبر بتكون جثة سامح. إيه. الله يرحمه. يعني السيد سامح طلع ميت؟ قال انت هلا تاكدتي عقلك لازم يرتاح، لان هالشي كان تالف لك اعصابك. انا ما فيني بنوب شوفك بهالحاله واسكت. خليني اعمل لك شي تشربي. شو اعمل لك؟ ما بدي شي بنوب، بدي ابقى لحالي شوي. فيكي تروحي مروه. طيب مدام، انا هلا نيمته لسامح. انت متاكده بدك ياني روح؟ ايه روحي. مدام نهال، إذا احتجتي لأي شيء حتى لو كان بدك بس تفضفضي وبأي وقت اتصلي فيني وأنا بجي فورا. تمام مدام؟ جميل ما رح يلاقيها، أنا رايح دور عليها. لا تعال وقف وقف وقف، تعال هون. لوين رايح أنت كمان هلأ؟ إذا ببالك شي مكان قلنا عليه ونحن منروح. شبك لوين بدك تروح؟ اسمعني، هي البنت عم تعمل هيك لتخوفك، افهمها بقى. شبك معقول اتفقت مع أبوها وهربوا يا جماعة؟ يعني هنن لوين بدهم يهربوا يعني؟ روق شوي بدر، اقعد هون هلأ ولا تسبب لنا شي مشكلة، لا تورطنا هلأ. كيف بدك يعني روق وقعد؟ شوف حالتي كيف؟ كتير خايف عليها وكتير قلقان ومالي فهمان شي وتليفونها مسكر. يعني بلكي صاير معها شي. مين اجا؟ ارتاحوا ارتاحوا، عرفت وينها. هي وينها؟ بالأوتيل. وليش بالأوتيل؟ شو سكنت هنيك يعني؟ الأوتيل يلي بتشتغل فيه، اتصلت فيهم وراح تتسلمون التليفون. يعني هي بدها تضل هنيك هيك بتقصد؟ هنن قالوا لي طلعت من شي نص ساعة وهلا بتكون على الطريق. أكيد. ممتاز. شفت كيف؟ ما في شي خطير بنو. ايه الحمد لله. ايه مروة، ايه هي استلمت التحاليل؟ اوه ممتاز، تمام، منيح كتير، شكرا لك حبيبتي. يلا ماشي، ناطرينك لكان. شو قالت لك؟ خلصتوا من هاي المرة؟ واخيرا خلصنا من هالقصة، صارت هلا متأكدة اني متت. ايه حلو كتير. وهلأ صار الوقت لحتى نضل محاصرينا بشي تاني، وهذا الأهم. أخي مو كانت مروة تبعت لك رسائل لشغلات عنا؟ أنت ما بتقدر تستفيد منه؟ نهال بتهتم بأعمال شخص اسمه توفيق شليك، وهي عندها كل وراء اتفاقات وعقود كمان. وشو دخل نهال بهذا الزلمة؟ ما بعرف، بس في اسم شركة ثالثة مذكورة بالاتفاقات، بس للأسف ما عم بقدر أني لاقي صاحبها، عم دور عليه.
رح أعمل كل شيء لحتى أعرف مين هو توفيق شليك. ديا ديا، قال التوفيق شليك؟ إيه بسيطة، توفيق شليك بيكون أبوها لإلن، وقالت لي هيلين التقى بنهال اليوم. شو عم تقول؟ إلن حبيبتك؟ إيه. لحظة، أنا ما عم بفهم أي شيء، يعني أبوها لحبيبتك هو نفسه شريكة لنهال؟ إيه هيك القصة، فيك تتأكد. خير إن شاء الله. وكيف هيك؟ شو جابك لهون سيد توفيق؟ الأمور تعقدت، حكيت مع ثروت بعد ما رحتي من عندي، باين ما رح يقدر. بس هلأ الوقت مو مناسب ابنه، فينا نحكي بغير وقت؟ ما بيهمني، لأنه أنت اللي خليتيه جن، صحيتي الوحش النايم جواته مشان حضرتك تلعبي مع ابنه هاللعبة هي وسلطيه علينا، ولازم تسكتيه بأسلوبك وإلا بنهيكي مثل ما نهيته لثروت. خليني ألفت انتباهك إنه أنا المحامية وأنا يلي نهيته لثروت، لهيك كون حذر لما بتحكي معي. حضرتك نائبة سابقة وأنا يلي خليت ثروت بهذا الوضع، فبنصحك ترجعي لصوابك وخليني أنا المستفيد الوحيد، بس إذا وقفتي ضدي رح تعفني بالسجون. انت شو عم تعملي هون؟ في شي؟ لا ما في شي ابنه. انت ما بتعرفي انه عم يدوروا عليكي من الصبح؟ صدقيني العيلة كلها مشغول بالهم وخايفين عليكي. يا حرام شو صاير فيهم؟ انت ما خبرتيهم بمكانك بالمرة؟ ما في داعي، يعني خليهم يتعذبوا لنا شوي مثل ما عم بيعملوا فيني. رحت الصبح هالشغل وسلمت موبايلي وهلا راجع على البيت وبس. اها، بحياتك ما تصرفتي بلا مبالات هيك ابدا. شبهك عكولي، خليني وصلك إذا بتحبي. يلا. لا ما في لزوم، أنا حابة أتمشى لحالي شوي. مثل ما بدك، تصبحي على خير. وأنت بخير، يسلموا. يلا استعجل شوي قبل ما حدا يجي لهون. ليلاس، إذا بعنا كرتونة واحدة رح نقدر نشغل تليفوناتنا. ايه مزبوط كلامك، والباقي منبيعهم ومنعطي المصاري لأختك. أنا بدي كريم، حطيلي منه. يا حبيبي انت لساتك صغير عصومة، انت ما بيلزمك هذا الكريم بنوب. ليلاس حطيلي انا كمان من الكريم. حطي له شوي، ما رح يصير له شيء، ما له اضرار. ايه طيب قرب حبيبي. يعني لو فيك هلا تحكي مع رفيقتك تساعدنا بس لحتى نعرف مين بيكون الاسم الثالث. آخر شي ممكن تعمله إلين هلأ أنك تساعدني، رح أسأل. تمام، عزبتك معنا، شكرا كتير لألك. أنت شو عم يصير معك؟ ساعة بتقول هيلين وساعة إلين؟ مو وقت اشرح لك هلأ، الأمور مختلطة ببعضها كتير. اتصل جميل قال شاف لميس وهي جاية. وأخيرا بس خليها توصل لهون وشوفي كيف رح حاكيها قدامكن وقتها. مو معقول، يعني شي نهال شي كرم جننتنا، فوتتنا بميت حيط. ما بيطلع لك تحكي لأنك أنت يلي خليتها تاخد موقف، مو قليل يلي ساوينا فيها، وكلنا مزنبين. بعده لجهز السفرة. ايه تفضل. ايه يلا. هلأ طلعت أنا السبب وبلكي كان صاير مع شي، مين وقتها رح ينشغل؟ ايه مو كلياتنا عيشتنا على أعصابنا. ما أجت أختي لسه؟ لك على الطريق، تعي نجهز السفرة. طمنوا جاية. Thank you.
لك انت شو بدك مني؟ اذا بتطالع صوت بقتلك. بدي تجيبي لي مرتي. ليش انا شو بعرفني وين مرتك؟ لك شو بدك مني يا مجنون؟ انت ما عم تفهمي شو عم اقول؟ شو هالسؤال الغبي؟ بدي مرتي وبدي بنتي. انا بدي اياهن. جيبي لي عيلتي. بس انا بحياتي ما شفته صدقني. ما دخلني، فهمتي؟ اذا ما شفتيها انت هديك البنت السمراء بتعرفها. روحي احكي معه وعرفي لي وينها. رجعي لي اياها ولا ما بدك. طيب ماشي، يلا جيبي لي مرتي. انت اهدى شوي، رح اتصل بعزيزه قدامك. منيح، استنى دقيقة لا تساوي شيء. يلا اتصلي. تمام، خليها تخبرك والا رح اقتلك. أنا طالع دور عليها، يعني من زمان عرفنا إنها جاية ولهلأ ما وصلت، أنا رايح دور عليها. وقف شوي يا أخي، لوين رايح هلأ؟ بتوصل شبك بدر؟ بلكي حدا شافك وعرفك، شو رح يصير بوقتها؟ قل لي شو؟ أكيد لمي. ها، إجي. مساء الخير. وين إجيت؟ هاي مروة. أنا طالع، ما رح استنى. شو هاد؟ قلتوا البنت بالحارة، وينها لهلأ؟ ما فهمت، غلي عليها قلبي كتير، أنا رايح. امشي معه. يلا يلا أخي يلا امشي. شو صاير؟ ضلي عند الأولاد لنرجع. إيه؟ لوين راحوا؟ راح يدوروا على أختي. أحمد، أنا رايح من هذا الطريق وأنت روح من هذاك الطريق، مفهوم؟ وأنا رايح باتجاه السوق، بلكي إن شاء الله بلاقيها هني. نلتقي بآخر الشارع. يلا عزيزي. جاية جاية. شو هذا الخبز؟ أكيد صار لشي البنت يا أحمد، أكيد. عزيزي اركضي بسرعة وخبريه لجميل. إيه رايحة. ألو بدر، لقينا الخبز واقع على الأرض، أكيد صار شي سيء مع لميس. تعوا لعندي. يا ترى شو صاير؟ جميل جميل. إيه عزيزي شبك؟ شو يعني لميس لسه ما رجعت على البيت؟ ما بعرف، لساتها مفقودة. شفتها على الطريق وما صار لي نص ساعة راجع على البيت، شو صاير؟ ما أنا صار شي بعد ما شفتها أنت، لأنه شفنا الخبز مسدود بنص الشارع. جميل بترجاك، عم لقي شي. والله بموت إذا صار لشي. خلاص أنت لا تعطي هم، رح نلاقيها. أهدي شوي. يلا يا الله دخيلك. قلت لها اطلعي على السيارة لوصلك على البيت، قالت لي لا حبيت مشى شوي لحالي. قلت لها روحي تصطفي. ها ألو، كيفك؟ بدي تعمل لي بلاغ إنه لميس مفقودة. ايه من شوي اختفت بالحارة، فيك تعمل لي هذا الشيء من فضلك؟ تمام، وانا حروح دور عليها هون بالحارة. ليك جميل، معقول يكون حدا خطفها للبنت؟ ممكن يصير هيك شيء وتكون انخطفت. جميل. مصطفى، مصطفى تعال لهون شوي. وقف لك. جميل الحق بسرعة، اكيد هو اللي عمله. بسرعة جميل، وقف عملك. لا تخليه يهرب. نزل ايديك، نزل ايديك، عمل لك انا بفرجيك. اترك ايدي ولا حركه ولك. ف...
اتركني، انا ما عملت شيء، اتركني. هوس ولا كلمه، خليك هيك. دليل عندي، واقف عندك، لا تتحرك احسن ما اوصك واخلص منك. انا ما عملت شيء، انت ليش ماسكني؟ ليك كنت عم تهرب مني، لكانت عم تكذب علي. ولا مو هيك، شو عملت بالبنت؟ امشي معي ودك امشي. جميل يا حقير يا تافه، احكي شو عملت لها للميس. طلع فيني، اذا بتكون عامل شي فيها انا رح موتك بايدي. عزيزة استني، هلا بناخده على المغفر ونخليه يعترف هنيك. خلاص ما رح استنى ليروح على المغفر، بده يعترف. شو عملت بالبنت؟ شو عملت برفيقتي يا حقير؟ وانا رح اتركيني روح من هون. وليه انا ما دخلني؟ ما عملت شي للبنت يا حيوان. وقف مكانك. انا ما عملت شي ابدا. لحاله وقعت. شو؟ كيف يعني وقعت؟ شو عم بتقول؟ وين وقعت؟ احكي احسن لك، ولا بخليك تقضي بقية حياتك بالسجن. احكي وينها؟ تقول بدر، بدر هون هون. ليكو المجرم هذا هو. شو عمل؟ ليكو ولك شو عملت بمرتي؟ وين هلا؟ خلص اهدى، ليكنا رايحين لحتى يدلنا على مكانه. امشي يلا بسرعة، بدي خلص عليك اذا صار لشي، فهمان؟ على مهلك، شوي شوي عليه. ايه عزيزي، يلا يلا جاي لعندكم فورا. قدامي. وين لميس؟ وين كانت هون؟ العمى شو هي كانت هون؟ اول بالك بدر، عم تخلص علينا كمان. وين لميس؟ كانت هون. ما بعرف وينها. ما بتعرف؟ ما بعرف. هيك يا زلمه شوي، ما خلص عليك هلا. تعال اقول احكي. هذا ابو البنت خطفها حكمات. احكي ولك وين بدك. بدر خلص بعد حياة اللي بتشوفها. ما بعرف، انا تركتها هون، كانت عم تغلط معي بالحكي ودفشتها. بس دفشتها تركتها محل. بدر 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 يا زلمه خلص وعي. بس لشوف مين. ايه احمد، بدر لقيتها لاختي، هي بخير ما فيها شيء. وين لقيتها؟ قال الزلمه انه تركها هون. وينكن هلا لحتى اجي لعندكن؟ اكلت ضربه على راسها، بس رح اخذها على المستشفى ليفحصوها. وانتوا روحوا على البيت. روحوا على المستشفى تبعي، انا جاي. اهلا لميس، فهمنا. صراحه انا اخذتها لترتاح. طيب اعطيني اياها. خلص بعدين، نحن وصلنا على المشفى بحكيك بعدين. شو صار مع لميس؟ ليك ولك تطلع فيني، حسابك معي بعدين. بدر استنى، لوين رايح؟ وانا رايحه جميله. ماشي روحي معهم يلا. بدر يا زلمة بس وقف شوي، قلي لك وين رايح؟ خلصني. طيب كيف لميس؟ على الأقل احكي شي قبل ما تمشي. أحمد عم بيقول إنه بخير وأنا مالي مصدق. رايح على المستشفى. لا لك، إذا بدك تروح الكل رح يعرفك هنيك، وإذا كانت بخير فليش رايح؟ إيه خليك هون مشان الله، شوي تاني بتجي لميس ومنتطمن. إيه أحمد كذاب، لو إنه بخير ما كانت راحت على المستشفى، هي ما بتحب المشاكل. على هون حاجة جنان يا زلمة، مشان الله. صح هي مرتك، بس يا بدر كمان هذا الشاب بيكون أخوها، إذا في شي رح يحكي ليش ليخبي، وراح يزعل أكثر واحد. بعدين خلصنا بقى، امشي نروح على البيت يلا. بدر لا تخلينا نكون بشي ونصير بشي كرمال الله. خلص بقى حاجتك جنان وامشي، خلينا نروح. اول ما تجي عزيزة رح تحاكينا. كم مرة حكيت معها؟ ما اصلا هي المشكلة، تسكر الموبايل وما تجي على البيت. وليك هي النتيجة. عن جد هالمسكينة دمرت حالها وهي عم تحاول تعاقبنا. وينهم لهلا؟ تأخروا كتير. ها تعالي. لو سهلة شفتي بعينك؟ إذا كان هذا الزلم الحقير آزيكي مثلاً، شو ممكن تساوي؟ هاد مين؟ نعم؟ أختي ليكي، هاد بيكون زوجك واسمه بدر، وما صار لكم وقت طويل من زوجي. ما تمثل علي هلأ، مفكرة هالحركات بفيدوا؟ قلو لهاد لا يعيط علي. ما تعيط، قلو لهاد كمان لميس رجعي لعقلك لو سمحتي. تعي أختي تعي، خليني ساعدك تقعدي. طبعا انا ما قدرت افهمكم كل شيء على التليفون. تعي اختي تعي، عدي تعي، عدي عدي. انا قلت لكم على التليفون انه وضعها كثير منيح وصارت احسن، يعني جسمها ما في اي شيء بنوب. اي ما فيها شيء. من اي ناحيه فيها شيء لك اختي؟ ما عم تتذكر شيء بنوب. شو اللي مو متذكرته؟ الحقيقه كل شيء. انت وانت وانت انت اساسا ما بتتذكري. بالزور خليتها تتذكرني. عم بيقولوا فقدان ذاكره مؤقت. مونترال؟ ايه والله. شلون يعني؟ يعني ما عم تتذكريني هلأ يا روحي. مو بس انت المصيبة، ما عم تتذكر الأولاد حتى. أحمد مو
قلت عنا اخوات، يا ترى هدول هنن ولا في؟ لا، ثلاثة صغار وواحد كبير. ايه اي نايمين جوا، نيمتن لانه في مدرسة بكرة. بدك فيق لك ياهم؟ ما في لزوم، خلص لا تفيقيهم. بس انت مين؟ عارفيها حالك. انا عزيزة. انا وياكي كنا بالسجن مع بعض. انا عزيزة، تذكرتيني؟ انا فتت على السجن؟ ليش؟ شو رح نقلها؟ شو عملت انا؟ لا لا اختي، ما عملتي شيء، موضوع بسيط. قلي لك ليش فوتوني على السجن؟ لا حبيبتي لميس، بالمناسبه انا مرتضى جارك، ابو لهاد افترى عليكي لهيك انت فتي على السجن. اي زو على دمك شوي وفوتني على السجن، هيك القصه؟ لا 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 حبيبتي، لا تسمعي حكيه، القصه ما لها هيك ابدا. اساسا هو هربان من العداله هلا، ما في شيء بخوف. بس انا واخي رح نلاقيه ونجيبه، مو هيك؟ ايه طبعا. وبالمناسبه انا مروى اخته لزوجك. ايه، وهي اجت جديد غريبه لسه. أنا ما فهمت، ليش بدكم تراجعوا الزلمة يلي زتني بالسجن؟ خود ناقصني هلأ. وضح لها منطقي يا سوا. ليكي أنت لا تتعبي حالك بنوب وتفكري بالقصة، لأنه أنت مريضة هلأ. شو رأيك نفوت ننام والصبح منفيق وبنحكي على رواق، تمام؟ لا تخافي، يلا ننام. يلا أختي يلا. أنا تعبانة أصلاً وبدي نام. فوتي تعالي ننام على تختنا يا روحي، يلا. لا مستحيل أعمل هيك، ما بنام على نفس التخت مع رجال غريب. بس أنا زوجك لميس. بس أنا مالي متذكرة أني كنت متزوجة. ذاكرتها ما مسوحة، شو نعمل؟ طلعي بعيوني يمكن تعرفيني. طيب خليني ضمك شوي. لا تلمسني ولا خليك بعيد عني، انتبه منيح لحركاتك. أعطوني فرشة وإلا بخرب الدنيا عليكم. طيب نحن كنا ننام سوا من قبل حبيبتي، خلينا ننام سوا كمان اليوم. هيك ممكن. يلا فوتوا فوتوا خلص. لميس لميس. آه يا لميس، من وين طلعت لنا هالقصة هلا؟ شو صار للبنت؟ ما أنا متذكرة شي. صارت مثل أخي فكري تماما وقت اللي كان عم يمشي هو حامل التمساح. أيه ليك بدر، أنت دكتور وبتعرف، بركي هالشي وراثي عنده. فقدان الذاكرة ما له علاقة بالوراثة. ايه مزبوط. أيه والله. طيب فحصوها أو عملوا لها رنين مغناطيسي؟ فحصوها وعملوا لها صور، بس ما بين أبدا شو هي المشكلة. قال الدكتور يمكن لأنها خايفة وعيارة كم يوم وبتتذكر، يعني ما في شي بخوف حاليا أبدا. يا حبيبتي طيب وينهم الصور؟ بدي شوف الصور. أختي انفعلت شوي، فنسينا وين حطيناهن، بس الصور أكيد بشي مكان بالمستشفى يا بدر. شو أحبت. ما في بالعادة تصير معي. في بس دكتور بالبيت، شلون بتنسى تجيبهن؟ ليش أنت دكتور؟ إيه من قبل كان دكتور شاطر وكان عنده مريول ابيض وكان يعجبك كتير لما يلبسه لأنه كان يلبق له كتير. إيه حلو كتير عليك. وبعد شو صار هلا مو دكتور؟ منذكرك بهذا الشيء بعدين اختي، ما في اهميه لهالموضوع هلا، رح تتشوشي. نحكي بعدين. اختي كنتي تحبينا كثير، كيف نسينا هلا؟ ايه لميس، وحتى ابي نسينا فتره، بس هو بالاصل ما له علاقه فينا بنوب. بس انت شو حبيباتي؟ بدكم ما تاخذوني، يعني الدكتور قال إنه في شي خوفني أو صدمني. بلا ما نروح على المدرسة اليوم لكان. إيه بلا أخي بدر، إذا خبرناها بذكرياتها ترجع لها ذاكرتها. إيه احتمال، خلونا نجرب. إذا غبتوا ما بتقصروا بالدراسة؟ هو يوم واحد شو رح يأثر؟ وشوفي كيف رح ترجع لك ذاكرتك فورا بس يعفرتوا ويدوجوا. طيب أنا لازم روح أخي. اللي في شي جديد بدك ياني استدرج نهال مشانه؟ انت شو بتشتغلي مروة؟ بشتغل عند مرت اخي السابقه. يا مرت اخي هي كنت متزوج قبلي؟ طبعا كان متزوج وعنده ابن انا بهتم له فيه. القصه معقده شوي بس بعتذر. يلا روحي من هون، رح تتاخري على شغلك. مع السلامه. يلا موفقه، انتبهي على حالك. الله معك. يلا يلا خلصيني اطلعي. مو عم تمزحي؟ حكيته ما له مزبوط. مو مزبوط؟ لا لا ما في شيء، يعني في هيك شيء بس مو مثل مخاطر على بالك، الموضوع غير هيك تماما. كيف يعني؟ القصة بصراحة إني بعد ما طلقت نهال حقدت عليكي شوي وحاولت تزتك بالسجن، بس نحن حلينا المشكلة لا تقلقي، الموضوع انحل لا تقلقي بنوب. هلا أبوك زتني بالسجن ومرتك حاولت كمان تسجني، طيب ليش؟ هي قصة طويلة وما عاد في خطر، لأنه هي المرة اللي اسمها نهال مفكرة الأخ بدر ميت. وشلون ميت يعني؟ لا مو هيك تماما، عملنا هذا الشيء لنخلص منه بس. يعني هو ميت رسميا مو؟ لهيك ما في يطلع من البيت. تماما، وانعملت جنازة له وكمان صلوا عليه. بوقت عملنا حالنا عم نبكي وزعلانين، وبعدها كمان رحنا هجمنا على المرأة وقتلناها. هي أخذت عقابة. يعني أنا كنت قبلانة بكل هالشي؟ أنا كيف أعمل هيك؟ لا أنت ما كنت بتعرفي بنوب بدر عمل هالشي بالسر. هو أنت عملت هالشي بالسر؟ أنت أي نوع من البشر الشريرين؟ في حدا عاقل بيعمل هيك بمرته؟ قلي.
خاتون خاتون يلا امي معي بسرعه نام شي مكان دافي تجمدت. خاتون راحت يا فكري شباب. شو عم تحكي انت؟ بعدين شو اللي جابني على حضنك انا؟ كيف صار هيك معي؟ هلا تجي بتشوفنا قاعدين هيك؟ اكيد هي قريبه من هون لانه مستحيل تتركني. هي ما في عندها غير المصاري، لهيك ما رح تتركني وتروح، رح تجي لعندي اكيد. اي مصاري فكري؟ المصاري اللي مخبيهن هون. استنى شوي. وين اختفوا؟ شو صاروا هاد؟ شباك؟ ليدو؟ لك شو؟ وين راحوا؟ شو شو شو؟ ضيعنا المصاري من جديد يعني؟ جوبت كل أسئلتك براسك فكري؟ خلاص حاج علاك وحكي فاضي بقى. يا الله، معقولة هربت بعد ما أخذت المصاري؟ لا مو معقولة، مستحيل تعمل شي مثل هاد. لا لا أنا ما بصدق هذا الشي. ليش لحتى ما صدق؟ هلا بتكون اخذت المصاري كلهم وبدها تروح تصرفهم وتنبسط فيهم. لا مستحيل تعملها. احكي لك كلمه شنيدو؟ عم اقول لك من الاول، اجوبتك براسك. شو عم بتقول يا حيوان؟ شو اجوبه ما اجوبه؟ شو عم تحكي؟ بدك تجنني؟ هي تركت لك رساله ليك على راسك من فوق، فوق الطاقيه. رساله؟ فوق الطاقيه براسك؟ ايه براسك طبعا. شكراً على المصاري فكري، بصراحة قضينا وقت حلو مع بعض. يعني الموضوع ما كان كله مشان المصاري، بس لا يرتاح قلبك، كل شيء حلو فيه له نهاية. وعلى فكرة بما أنه نحن طريقنا واحد، احتمال كبير نلتقي بالمستقبل مرة تانية. وهلأ عن إذنك يا حلو، عن الملعونة هربت بعد ما أخذت المصاري، بس أنا لا مو معقولة تعملها العملة. هي كانت مصاري لميز مو هيك؟ معناها هي تزعل عليهم. شو دخلك؟ يمكن الوضع معقد شوي، بس نحن منحب بعض كتير، تمام؟ يعني أنا متت مشانك أنت، وعشنا سوا وتجاوزنا كل هاي الشغلات، وانت بتحبيني كتير كمان، انا وانت منحب بعض كتير. طيب قلي انا ليش بحبك؟ وانا شو بيعرفني؟ يمكن لاني زلمة منيح او لاني لطيف مثلا. هاي بس انا محيطي غريب شوي، ولهيك حظي سيء كتير. اي يا بنت حكي صح، والله بيحبك كتير وبيحب اخواتك كمان، زد حاله بالنار مشان حكمته وما خاف. صحي مو هذا حكمتي اللي بالمستشفى كمان اخي؟ ما ايه هادو يعني انا ما انتبهت له لحتى مرض ووصل لهالحاله. يعني انا ما كنت اهتم له بالمره؟ لا انت كنت تهتمي فيه كتير، بس انا خبيت عنك هالشي وما كان عندك علم فيه. إيه؟ يعني انا وياكي كنا رفقات؟ خبت عنك مشان ما تزعلي، لأنه كمان بوقتها فيكو أذى واحد، وأنتي زعلتي وتضايقتي منه. فيكو أذى واحد؟ ماشي والله لفرجيتي يا ليلاس أختي، والله كان حادث وإنه مستحيل ساوي هالشي. بس أنت فتت بهالعصابة عن قصد، حتى أختي قالت لك لا تروح لعندهم بس أنت رحت. بالله جد؟ ومين اللي كره أخته لما ما جابت له تليفون؟ أنت كرهتيني مشان تليفون؟ لا مو هيك صارت القصة لميس، بس أنا وأبي صرنا أغنياء لفترة وتعودت على هالشي وما حبيت أرجع للفقر، بس أنا هلأ رجعت لأصلي من جديد وما عندي مشكلة بنوب. معناته بابا كان شغيل كتير لهيك صار غني. شو هالحكي يا أختي؟ أبونا يعني فيك تقولي عنه أنه ها شو في؟ إجا واقف واقف. آخ شو هالناس، ما عاد عندهم ضمير، صاروا تافهين والوفا عندهم عملة نادرة. يا لطيف بعده هيك يا الله. هذا هو يا أبونا، تفضل. طبعا أبوك لأكون معاجبك، يعني أصلا أنا بكون سوبرمان، بس هي الهبلة اللي راحت وتركت سوبرمان، عن جد وحدة غبية ما بتفهم حيوانة. أسمعت؟ يلا روح على البقالية وجيب لي أنينة بيرة باردة مشان ريح نفسيتي شوي، والله تعبان. هلا هو بخربط بالأسماء فعادي هالشي مانو مهم، بس ليش عم تبكي هلا؟ شو صار يا ترى؟
خاتون سرقتني وراحت. هالمرة ذكية. ماني متفاجئ. اوه والله فرحتني، واخيرا خلصنا من هالسلالة. كانت تجي لهون وتقعد تتأمر. ما تزعل عمي، انت رجال محبوب. اخ شو هالناس. الو. ايه انا اخوها للميس، بس اختي مريضة شوي، اذا بدك خبرني لإلي انا. كيف؟ لا مستحيل، اختي ما اخذت مصاري من التأمين. طيب تمام، برجع انا بحاكيك بعد شوي. ماشي برجع بحاكيك فورا. اختي اخذتي مصاري من التأمين بس في توقيع ناقص. شو هالحكي، انا ما اخذت مصاري من التأمين ابدا. عم يقول لا ابدا. لميس كأنه رجع لك عقلك من جديد. هي ما فقدته اصلا، عم تسلبها علينا ما هيك؟ لا ما عم بسلبها، بس رح اسلب حياة بابا هلا. والله ما عملت شيء، ما دخلت والله العظيم. بعد هيك ولا مو انت اللي اخذت المصاري؟ احكي. ايه انا اخذتها، بس بالاول اسالوني ليش اخذتها. انا رحت واخذتها مشان جيبها على البيت لعند اولادي، بس خاتون سرقت كل شيء وراحت. اقسم بالله. كيف؟ ايه بيطلعوا شي 5 مليون. ايه 5 مليون؟ ايه والله بتطلع عملكم، هي اخذت 5 مليون وراحت. لك انت كيف بتساوي هيك؟ قولي بالك بنتي وفهمي علي. 5 مليون؟ يا بابا هالمصاري كتير. شو هاد اللي عملته؟ 5 مليون. سيد فكري برافو عليك، فعلا عن جد برافو. انا شو طالع بايدي، هاي الواطية اخذت المصاري وراحت. انت بدك تجيبهم للمصاري، بدك تجيبهم للمصاري. كيف بدو يلاقي؟ اقسم بالله يعني هي الواطية أخذتهم وراحت، أنا ما دخل. يعني معقول هذا الشيء اللي ساويته؟ نهال خانم، في رقم مجهول عم بدق لك كثير، بلكي في شيء ضروري. تركي، ما بدك تردي عليه؟ خلص طلعي انت. ألو. نعم. ألو، شو مين حضرتك؟ وين نهال؟ ليش ما عم بترد؟ الخانم نامت من شوي، في شيء مهم يعني؟ ايه مهم، فيقية فورا. مين إلها طيب؟ شو دخلك، هي بتعرف مين؟ أعطيها التليفون. طيب لحظة بس. نهال خانم، في واحد قليل ذوق هو مصر انه يحكي معك فورا. رديت مشان قله ما يتصل مره ثانيه، بس قال لي انه الموضوع مهم كثير. روحي حميمي سامح، بس لسه الصبح بدون نقاش، روحي بسرعه. تمام. الو. اهلا فيك خالة مروة. شو وين رحتي؟ ليكني حبيبي، انا اجيت لعندك. يلا اطلع مشان تتحمم، رح تكون هاي تاني مره اليوم، بس معلش. يلا يا بطل. انت فوت واشلح ثيابك بالحمام، انا شوي وبرجع لعندك. طيب. ليش ما عم تفهم؟ قلت لك انه انا هلا مو نائبه عامه، ما فيني ساوي شيء. وبالمناسبه تهديدك الي بانك تسجني ما رح يفيد بشيء. خاله مروه، من
جاهز، تعالي. لازم تستوعب هالشي، ابنك مات واللي هو زوجي، شو لسه بدك أكتر؟ نهال هي مشكلتك، معك أسبوع واحد، إذا ما رفعتي الحجز عن أملاكي خلال أسبوع فأنا رح أروح وأقدم إفادتي ورح أحرقك وأحرق توفيق معي، فهمانة شو عم بحكي؟ ورح يضل ابنك لحاله. ثروت، ما فيني خلص لك أملاكك بدون ما أرفع الاتهامات يلي عليك، مفهوم؟ ارفعي لكان، برقيني منها. نهال أنا ما عم بمزح، أسبوع بالضبط، مجرد ما لاقي طريقة أرجع على تركيا فيها رح تخسري. إذا ما بدك تفوتي على السجن تصرفي منيح. يا حيف عليك يا عمي، هيك بتساوي فينا؟ أنا ما بفهم كيف أخذت المصاري بدون ما أكون أنا؟ هنن ما عطوني إياهن أصلاً، أنا رحت وزيفت لميس جديدة وهيك قدرت آخدهن. يا بابا ليش ما بتخلي مخك يشتغل لشي صح؟ ما بيكفي اللي ساويته حاجة بقى. كم مرة قلت لك يا سيد فكري إنهن إذا عرفوا إني عايش فرح يزتوني بالسجن بتهمة الاحتيال، كيف بدنا نلاقي المصاري هلأ؟ شو يعني؟ أنت خليك ميت ومختفي وهيك بتنحل القصة كلها. شوف أنت رح تجيب المصاري، رح تلاقيهم وإلا رجلك ما رح تعتب هالبيت مرة تانية. لك أنا متعرض لخيانة كبيرة وانطعنت بظهري وهلأ فوق عم باكل بهدلة من أولادي، شو هالعيشة هاي؟ أنا حاسس إنه عم بختنق ورح موت، ما فيني أتحمل أكتر، خلوني أرتاح شوي. لا 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 تتسطح، قوم قوم شو؟ قوم ليش؟ يلا جيب المصاري. بس كيف بدي جيبها؟ أكيد بتكون هربت برات البلد هالواطية. مثل ما عملت لميس مزيفة بتعرف تجيب المصاري، يلا روح. هو امشي. اللي جابه مو أنا. عجبك هيك يا ست لميس؟ كل هاد بسببك. كيف؟ حرطيه للزلمة. ايه انت حرطيه كمان فوقه، ما عم بفهم قصة نسيانك هاد. انت لسه لك عين تحكي بعد اللي عملته؟ فضل. كل ما تحكي كلمة بتصير صورتك بنظري أسوأ وأسوأ. عملت هيك لرد على مصايبك اللي عملتهم معي. انا بعمل هيك لحتى ساعد الناس مو مشان ازعجهم. خلاص بكفي، فكروا هلأ كيف بدنا نجيب المصاري. ما بعرف انت تانية. هلأ هيك مبلغ اكيد ما رح يرجع عن طريق ابي، كلياتنا بنعرف هالشي. لك امتى هالزلمة جاب مصاري؟ مثل كل مرة نحن لازم نتصرف والا ما رح تنحل. اللي كيف بدنا نحل موضوع 5 مليون ليرة بينات بعضنا؟ يا ريت فقدت الذاكرة عن جد وارتحت. هو دائما بيحلها، دبر لك شي طريقة. لك كيف بدي حلها يا زلمة؟ اساسا انا اللي بوز المدفع، لا انت ولا هي. الظاهر هالمرة اختي كثير متضايقة. الحق ما تتضايق وتعصب، الشي اللي عمله بابا مو قليل ابدا. لازم نبيع الفريمات اكثر بهالفترة، المدرسة ما بتكفي. كيف بدنا نبيعهم؟ لقيتها، خلينا ندور على البيوت، نحن اولاد، الا ما يحنوا علينا ويشتروا. الكل رح يشتري. انت فظيع اخي، الفكرة حلوة كتير. انتو شو عم تعملوا؟ ولا شيء اختي، بس اتضايقنا من بابا وفتنا، بس هيك. فهمت. يلا تعالوا شوي، في موضوع ضروري نحكي. تمام. اختي ليش تضحكتي علينا؟ فكرناكي فقدتي الذاكرة. ايه اختي انتي ليش عملتي هيك؟ لا تعرفوا شو نتائج مصايبكن. شو تربيتوا؟ ايه تربينا. ايه بس نحنا ما عاد نعمل شي، خلص عقلنا ما عاد نعيدها، صدقيني. ايه تمام، يلا عادوا خلونا نحكي شوي. اسمعوني منيح، شفتوا شو عمل بابا مزبوط؟ ولهيك مجبورين نشد الأحزمة شوي، يعني بدنا نعلن حالة الطوارئ. شو قصدك؟ يعني مثلا بتطفوا الأضوية بس تطلعوا من الغرفة، وبتديروا بالكم على المي، وإذا بشوف قطعة خبز وحدة بزبالة رح أشيلها وطعميها للي كبة، فلهيك انتبهوا. حياتي ما رح نقدر نجمع المبلغ بهذا الشكل. لكن كيف في رأيك؟ يلا تفضل تحفنا. فينا نبلش بشي شغل مثل ورشتكن ومنمشي أمورنا شوي شوي لحتى أقدر أرجع دكتور وأشتغل. ومن وين بدنا ندبر رأس المال؟ عندك شي فكرة ظريفة؟ بعرف الأخ محمد بتدين منه، بس دقيقة ثانية بعد شوي. لسه بيقلي دين شو عم بيقول هاد؟ دقيقة اصبروا شوي، وعندي هي الساعة أنا ما بدي إياها، فينا نبيعها، شو رأيكم؟ تمام؟ وبحقها منمشي أمورنا لآخر الشهر، مو هي؟ فكرة حلوة ما؟ والله هاد كل شي باقي من راتبي لهلا، كتراني مصاريفي هالفترة مثل ما بتعرفوا. ايه
هدول يلي طلعوا لي من بيع الفطاير بالقهوة. اختي ونحن كمان كنا عم نبيع كعك بالمدرسة. ايه اختي بصراحة نحن كنا عاملين مفاجأة بس خديهم هلا. يا عمي انتو صرتوا كبار، ايمتى لحقتوا تكبروا هيك؟ شايفة ما احلاهم؟ كنتي دائما تقولي انك مقصرة معهم، بس شوفي كيف ما ضاعت فيهم الترباية. بس بتعرفوا شغلة؟ انتو ما عاد في داعي انكم تبيعوا كعك، ماشي؟ بكفي تخففوا مصروفكم واهتموا بالدراسة. لا اختي اصلا نحن مبسوطين. شباب اسمعوني، خلونا واقعيين شوي، هي المصاري دوبة تكفينا اكل وشرب لاخر هذا الشهر. انت اسمعي مني، خلينا ندين منه لمحمد المرابي. بكفي عنا 5 مليون دين، شلون بدك يانا ندين كمان؟ شو عندك حل تاني؟ متخيلة بهالطريقة رح نقدر ندبر المصاري؟ ممكن دكتور كنا اخذنا قرض، بس هلا انت مو دكتور للاسف. يا الله صرت انا اللي غلطان هلا وبدها تتفشش فيني. انا اللي قلت له لابوكي ياخذ المصاري، يعني لكون انا اللي متت وطلع لي مصاري من ورا هالموته. خود بقى بلشنا تحكي كلمه الحق معي. بص بدوني ما كان. خير شو اللي صاير؟ خير؟ معقول نحسن لدرجة انك تنام على الدرج قبل ما توصل على البيت؟ تعال خلينا نفوت لجوا. لك وين بدي روح بحالي يا مرتضى؟ هاي الدنيا خلاص ما عاد في شي مستاهل تعيش مشانه. خاتون سرقتني وهربت، اخذت المصاري بدون ما تفكر فيني. طيب ماشي، بس قوم ابكي جوا، شو هالحالة اللي انت فيها هاي؟ قوم يلا. لا ابني لا، هدول الواطين قلعوني من البيت، ما عندهم ذرة رحمة أو شفقة. شوف حالتي كيف. ايه الله أعلم أنت شو عامل لحتى قلعوك. قوم تعال بلكي بيكونوا راقوا هلأ. تعال قوم. تعرف شغلة مرتضى، أنت سبقني ودق الباب وبس يفتحوا لك فرجيهم حالتي كيف. قلن أبوكم كتير متضايق، معقولة تعملوا فيه هيك؟ يلا تحرك. ايه ماشي كمل بكي أنت. ايه علي صوتك علي. علي مرتضى شوف ابوك شو صاير فيه. شو؟ ايه هو معاقب والله. بابا مو زعلان منا مو هيك؟ انت ما راح تفوت على البيت قبل ما ترجع ال5 مليون، مفهوم؟ 5 مليون؟ فكري شو عملت بال5 مليون انت؟ روحوا. المهم رجعت لك الذاكرة، يعني على الأقل فكري فادنا بشي شغلة. لك طلعت كذابة، قال بدها تربينا على اللي عملناه فيها، شوفها ما فيها شي، وهلأ بدهم يبلشوا شغل لأن ما بدها تدين من حدا. لك نحن خلقها عنا دين هيك فوق راسنا، ما قول نتدين كمان؟ قلو أنه حكي صح مشان الله. مرتضى معليش سؤال، كيف بدنا ننجح إذا ما جازفنا؟ إلا لشوف. ها لأنه حياته كلها مجازفة، قام أخذت عادة مو هيك؟ هلأ صرت أنا؟ معقول صرت انا الغلطان هلا؟ ما شفتي شو صار فينا مشان حضرتك تربينا كلياتنا؟ خلصنا بقى انتوا الاثنين كرمال الله، بكفي وجعتوا لي راسي بقى. ها اسمعوا لكم شغله، باخر الحاره في مطعم، تمام؟ مطعم نجيب، بتتذكري لميس مو هيك؟ انا عرفته المطعم المسكر مو هيك؟ ايه بعرفه منيح، بس صار له سنين مسكر. ايه هذا هو، هن سكروا المطعم وقت توفى نجيب، بس الفرش ما انشال لساته موجود فيه لليوم. يعني منحكي مع بنته، يعني بركي بتقنعوها وبتعطيكم اياه. يلا حبيبي خليكم بالبيت، ما في داعي تروحوا. ليش اختي؟ ضايق خلقنا مشان هيك قلنا نتمشى شوي، الجو كتير ظريف. طيب ماشي. ولك شو عم تعملوا انتو؟ قليلين ترباية لك يلعن الساعة اللي جبتكم فيها على الدنيا، عم تمشوا فوق ابوكم بكل وقاحة. بدك ترجع المصاري وإلا رح أضل نايم هون لآخر يوم بعمرك. روح دور على خاتون ماشي؟ فهمنا نلعي. خليك نايم هون. فيه عليكم.
لا ما عاد فيني. هي بتضل بتسمعني كلام وقال افعالي جننتها. طيب. خطفت وسكرت موبايلها وما حكينا. بس شو حركه فقدان الذاكره هي لشو عملتها؟ اسمعني شوي. والله يا بدر لا تزعل مني بس ما كان لازم يرجع ينفتح موضوع نهال قدامها بنو بالحق. ما يعني يا كذاب ما بيطلع لك تحكي. كنت تعرف انه اختك عم تضحك علينا ما؟ ايه بعرف. شو بدك يعني اعمل؟ اختي كانت متضايقه كثير ولازم اني واقف معها. سمعته؟ ايه بكفي تتخانقوا هلا. المهم شو بدنا نعمل مع نهال المجنونه هلا؟ ليش خلوا دور لنهال؟ مصيبه ورا مصيبه. وانت لسه ما وصلت لشي من ابو رفيقتك؟ خليك ورا اكيد بيعرف شي. يعني انا رح حاول اتعرف على الزلمة وشوف اذا بقدر اوصل لشي مهم. ما بعرف. اي ماشي بس اعمل كل جهدك. شباب انا وصلت معي لهون الموضوع كتير جدي. لميس قال اني جنت بس الحقيقة انا اللي اخرت جنان وما عاد اتحمل اي شي بنوب. انتهينا. انا رايح شوف شو بيطلع معي. ماشي. بس في شغلة كمان. مبارح لميس أخذت مصارية كلياتها. معلش أخذ شوي. أي خود قد ما بدك. شو رح يصير يعني؟ خود فرات. أي شو عم أخذ كل المصاري؟ لنشوف شو رح يطلع معها. شو عم تعمل؟ ما عم بعمل شي. عم شوفها. تركها أنت بحياتك ما لبست ساعة. رجع لشوف. أي شو صار يعني؟ نحن كمان عنا ساعة. بالله جد عندك ساعة؟ عندي ساعة تبع الحل. هلين فيني احكي معك بشغلة؟ احمد اذا بدك تسأل عن هديك المرة ما قدرت اوصل لشي بالمرة، يعني ما قدرت احكي معها. لا مو هيك القصة. هلين فيكي تعرفين اليوم على ابوكي؟ انت متاكد انك عم تسال البنت الصح؟ ما فيني اسال إلين هلا لانه ما بعرف شو رح تكون ردة فعلها. بس مو هاد موضوعنا. فيكي تعرفيني عليه ولا ما فيكي؟ يعني ممكن بشوف امتى بيكون فاضي وبقلها. ايه كتير حلو. شوفي وقته وناطر منك خبر. ماشي. طيب بشوفه. أنا تأخرت على المحاضرة برد لك خبر. يسلم. القهوة يا أمو طيبة بنوب. رايح جيب من برا. جيب لك معي شي؟ ما بقول لا. انت شو عم تعمل هون؟ كيفك؟ استسلمت؟ هاد علم ابيض. خلينا نوقف الحرب بيناتنا لاني اشتقت لك. ليش؟ استاذك ما عاد عطاك اسئله لحتى تحلها؟ مو انا قدرت حل هداك السؤال؟ هلا هو مصدوم حاليا ومو فاضي يختبرني. ايه تمام يلا روح لك. جايين رفقاتي هلا بلا ما يشوفوني قاعده مع استاذي المهم. صحيح. لعلمك رح اتعرف على ابوك اليوم المساء. سلم لي عليه. ايه تكرم. لا تتاخري على الدرس اتفقنا؟ تاركة مكان محاطة فيه صمدية لأنها مو متزوجة. بس بص هلأ بتسمعك هي من غير شي عصبية كتير. طبيعي تصير عصبية هذا بسبب العنوسة. يا بنت الجواز. أختي شو يعني كلمة عانس؟ عصومة. ما بصير حبيبي تقول هالكلمة كتير بشعة ومو حلوة. ما شفت كيف غصبت عليها لأنها حكتها؟ يا أهلي ليش عذبتي حالك؟ صحة وهنا. تفضلوا تفضلي. سكر؟ ايه اعطيني. بدكن يعني اجركن مطعم البابا لكن؟ ايه نعم. عم نقول اذا اجرتينا يا نحن الاثنين منستفيد مو هيك؟
نأذي. تفضلي. وين كنا؟ كنت عم اقول لك يعني انه اذا استاجرنا المحل انا وانتي بنستفيد. الله عليكي، شايفتيني كثير بحاجه مصاري لحتى اجره. البابا الله يرحمه قبل ما يموت ويفارق هالدنيا امن لي كل شيء ممكن احتاجه وما نقص علي شيء. قديش اشتقت له، كان يحبني كثير. الله يرحمك يا حبيبي يا البابا. امين يا رب. امين يا رب، الله يرحمه ويجعل مثواه جنه ان شاء الله. الله يرحمه. من اليوم اللي بابا مات ما فتت على المطعم بالمرة، يعني لسه هو مثل ما تركه، ما تغير شيء. ايه لكن خلينا نكمل مسيرة أبوكي وبيضل اسم المطعم مثل ما هو، شو رأيك؟ ما رح أغير شيء أبدا، يعني بتضل ذكرى أبوكي حاضرة بالمكان، مو هيك؟ ايه طبعا طبعا، ما تاكلي هم، نحن مندير بالنا على مطعم أبوكي. لا 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 ما بقدر، ما فيني أعطيكم، يا أسفة. لكي على فكرة نحن عائلة كبيرة، بكرة منصير رفقاتك ومنسليك كتير، قديش حلو هالشي. انتو كتار كتير؟ يعني في زوجي بدر وعزيزة وفي مرتضى كمان، هو بيكون جارنا بيساعدنا وبيوقف معنا دائما، وعندي 5 أخوات وأصغرهم عصومة. مو معقول، أنا ما بحب الأولاد بالمرة، هن بيضلوا يشاغبوا وبيأذوا وبيكسروا، بكرة بيكسروا لي الصمديات كلها، لا لا ما بدي. وأنا كمان ما بدي إياك يا عانس. نعم؟ هذا عم بيقول عني عانس؟ لا لا مو قصده، بس عم يحكي عن لعبته نسيها بالبيت، بس نرجع بتلعب فيها حبيبي. ايه صح الحكي. لا مو اللعبة، عم بحكي على هي العانس. سمعته شو عم بيقول؟ سمعته؟ لا مو هيك. والله رح انزل فيك ضرب بالشحاطة. مين هي العانس؟ احكي ولا فصل. مين هذا اللي بدك تضربيه؟ ممكن تقولي؟ سمعتي شو قال؟ هذا ولد صغير. عصومة عصومة وقف، عصومة اتركها. اتركها بالله، اتركها اتركها. طولي بالك طولي بالك. ساعة عم تتصل بالدكتور ما عم يرد. عم يرن عنده. استنى. الو دكتور شو صار؟ مرحبا اخي ماجد. شو بدكم؟ جينا ناخذ بضاعة جديدة. بس بدنا شغلات للنسوان هالمرة، في عندك؟ لا ما في عندي شيء، يلا روح من هون بسرعة، يلا يلا. طيب شو هدول لكان؟ ليك عطينا اياهم ونحن بنفتل على بيوت بيت بيت ومنبيعهم. ايه صح، نحن اولاد واكيد رح يتعاطفوا معنا ومنبيعهم كلهم، شو قلت؟ قلت لكم ما في بضاعة، يلا روح من هون وخلوني اشوف شغلي، يلا يلا. أخي يلا فيكو لحقيني. الوضع كتير سيء أخي، كل اللي استعملوا الكريمات صابهم تسمم من وراه. قلت له إذا صار شي لا بنعرفك ولا بتعرفنا، يعني وضعهم خطير. هذا اللي كان ناقصنا. شو رح نعمل هلأ؟ شو رح نعمل يعني؟ رح نهرب طبعا، يلا ضب الأغراض على السريع، يلا تحرك، لا تخلي ولا شيء منه. يا فيكو كيف سرقت الكريمات؟ ما بصير تعمل هيك. حاجتك حكي بقى، احنا بس نبيعهم كلهم، الرجال وحقه، احنا مو قصدنا السرقه بنوب اصلا. شو صار لي؟ ما بعرف فيكو، فجاه حسيت بالعيط، نفس كتير تعبانه وكمان حاسه بدوخه. حاجتك نقلي لاس، عندنا شغل كتير، لازم نبيعهم ونرجع حقهم للزلمه، وساعات الربح بدنا نعطيه لاختي. ايه صح مزبوط فيكو، خلينا نعمل شيء مفيد. خلينا ندور على كل البيوت، اكيد رح نبيعهم كلهم. تعي. اوف منك اوف، طلع عقلك اصغر من عقل عصومه. ماشي بكفي، من وقت ما طلعنا عم تبهدليني، شو عرفني انه عصومه رح يعلق على الكلمه ويقولها للبنت؟ كان لازم روح لحالي، انا الحق علي اللي اخذتكم معي. على اساسه ولحالك كانت عطتك المطعم، هيك هيك هي مو ناويه تفتحه، شكلها جنت بسبب موت ابوها. والله شكلي انا اللي رح اجن من ورا بابا. بابا على اساس ما بنعرف انك انت عم تحاول تستعطفنا. بابا في تركوني بحالي، بدي ضل هون عم بتعذب انا، بلكي بموت بتخلصوا مني، ما بكفي خاطر راحت وتركتني وهي اولادي زتوني بالشارع، انا شو بيلي بهي الدنيا، خليني موت. يلا بابا امشي، تعال نفوت على البيت. قولي والله. ايه والله بلا ما تفضحنا بالحاره. يلا امشي. يا رب يا رب دخيلك.
شوفي شوفي أكل، رح موت من جوعي أنا والله. وإلك عين تسأل عن الأكل؟ شو رأيك نعمل لك مناسف كمان؟ تعال. بابا اسمع، بدك تعمل المستحيل لحتى ترجع المصاري، وإلا ما برجعك على البيت أبدا. شو صار؟ ما قدرتوا تقنعوها للبنت؟ ليش؟ ليش؟ عزيزة قولي له ليش؟ هاي المخلوقة معقدة. شو قصدك؟ ما فهمت. يعني هي قالت كلمة عانس قدام عصمت، وعصمت هلق بالكلمة وبلش إلا لنجيب عانس عانس وكسر البيت وقلعتنا من بيتها. اي تمام، إذا هي مشكلتها معناتها أحسن حل نبعت لرجال يتفاهم معها وبتنحل القصة. شو هالتفكير المتخلف اللي عندك؟ ها؟ يعني إذا ما تزوجت أول ما بتشوف رجال رح تضعف؟ شو شايفة قاتلة حالها رجال؟ شبك ليش هيك مبحتي علي؟ شو حكينا؟ أنا ما كان قصدي شي سيء، بس شكلك ما عاد تتحملي مني كلمة. إيه ما بصير تحكي هيك عن المرأة. بعدين لا تفكرني نسيانة موضوع على نهال، بس أنا لهلأ ما فضيت لك. بعرف إنك رح تعصبي، بس بدر معه حق. ها؟ ليك شو بتفهم؟ المهم هلأ خلونا نفكر بشي حدا، يعني واحد يكون عنده قدرة فظيعة على الإقناع. إيه ويكون لسانه حلس ملس وبيقدر يطلع الحية من وكرة، والشيطان بيقول له يا معلم. فهمت عليكم، انتوا عم تحكوا عني مو؟ دخلكم هالبنت غنية؟ لا مستحيل بابا مستحيل. ليش مستحيل لميس؟ قولي، منشله الطاقية ومنلبسه وكمان منحلق له دقنه وهيك بيمشي الحال. طاقية مو مشكلة، بس الدقن لا، بكسر ايدك. بالعكس عطيته شكل كتير حلو. هي اللي خلتني ذكي. ايه بتزبط. Karanlığa çak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşi bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Kalamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. ماني طالع اسمي بالطقم مو هيك؟ ليش عم تضحكوا؟ الله يسامحكم كيف طالعتوني. تاخذ العقل ما في مثله. ما بصير شيء اذا تحملت، مشان المصاري اللي اخذتهم تحمل، ما بصير شيء. شو هذا يا بتضلي بتجيبي سيره المصاري؟ خلصنا بقى فهمنا، ليكني رايح اجيب لكم مفتاح المطعم شبنا. شو صار لكم رؤي؟ فكري بيك؟ يلا ورجينا شطارتك. ما تقلق بالمرة، ساعتين زمان بيكون مفتاح المطعم بإيدكم، خلص عندي ولا يهمك. هاتي هاتي يلا بالتوفيق. شو بدك بالطاقية بلاها؟ اعطيني اياها، هي اللي بتجيب لي الحظ. عم شو مجنونة. ليك اسمعي، بس يحل فكري مشكلة المطعم تمام، وأحمد يجيب لنا المعلومات اللي بدنا إياها عن نهال، ما بيضل عنا مشاكل، كله بينحل. أنا هلأ ارتحت، عن جد ارتحت. بدر؟ نعم. يعني ما كان ناقصنا إلا أنك تدخل أحمد بمشاكلك كمان، وليكك دخلته مو هيك؟ شو يعني هلأ حليتها؟ برافو. أنت من وين بتجيبي هذا الحكي؟ شو علاقة أحمد؟ معقول أنا حطه بهيك موقف بلا جنان؟ مو بعته لعند ناس ما بيعرفهم لحتى يتجسس عليهم؟ شاب راح لحتى يتعرف على أبو رفيقته، شو أمنعه يعني؟ ما بنسى اليوم اللي رح تتعرف فيه على أبوك وشو صار بسببه بعدين. هلأ بس يجي أحمد بفهم منه شو صاير بالتفصيل الممل. طيب ماشي، اسأليه وما تخلي شي بقلبك وقولي له بعد عن مشاكلي. إيه اتفقنا؟ هذا اللي رح أقوله بالضبط. إيه ماشي.